evening. I'd like to welcome you to the August 16th work session of the Jefferson County Board of Education. في هذا الوقت الأمر الذي سنقوم به هو توصية للموافقة على جدول أعمال الاجتماع. هل هناك من طلب لموافقة على جدول الأعمال؟ دكتور كريس، هل هناك من يوافقه؟ دكتور شول، حسناً، أعتذر، يتوجب علي أن أعيد النظر بالأمور التي حدثت في الأعلى. إذن إننا قد اختتمنا الجلسة التنفيذية وفقاً لهذه الأمور وللتحدث عن بعض الأمور العالقة وتحديد بعض الأمور الأساسية ووضع الاستراتيجية لكي يكون لديها أثراً معاكساً على الاهتمام وعلى المصالح المالية والقانونية للمقاطعة. أود أن أطلب من هذا المجلس أن يقر على يتفق ووفقاً للأمور التي ناقشناها. هل هناك من طلب لإغلاق هذا الموضوع؟ كريغ، دونكن، كل الذين يوافقون على هذا الموضوع ارفعوا ايديكم. ان الموافقة بالاجماع، شكرا لكم. وبالتالي مجددا اريد ان اقول انه هل هناك من طلب لتأجيل ما بدأناه؟ العضو كريغ وسيدة دونكن، كل الذين يوافقون ارفعوا ايديكم، ارفعوا ايديكم من فضلكم. شكرا، الموافقة بالاجماع، شكرا جزيلا. أعتذر لأننا بدأنا بطريقة خاطئة، وبالتالي هل لدينا طلب لموافقة على جدول أعمال الجلسة؟ دكتور كريس، دكتور شو، سيدة بورتر، هل يمكنني أن أتحدث في هذا الإطار؟ نعم تفضل. قال لي السيد براون بأن أوصل لكم هذه الرسالة. نحن قال لنا مستر براون أن هذا الأمر الذي يجب أن نقوم به، إذا يجب أن يتم هذا الأمر بهذه الطريقة قبل الموافقة على جدول الأعمال. إذن بعد اجتماعنا في شهر يوليو، عدد كبير منا استمع إلى بعض الأساتذة الذين شاركوا بالاستبيان حول تخفيف إجراءات كوفيد، وكان هناك بعض الأمور التي وافقنا عليها خلال هذا الاجتماع، وكان هناك بعض الملاحظات التي استمعنا إليها من الأساتذة. وإن مجلس التعليم يطلب من بعض الأساتذة أن يطبقوا عدد من السياسات، وأنا أريد أن أطلب منكم ربما أن نناقش هذا الموضوع ونضعه على جدول الأعمال الليلة، وأن نناقش أيضا هذا الموضوع في جلسات العمل في هذا المساء. وأريد أن أطلب من أي أحد أن يثني على هذا الطلب لكي نحصل على فرصة بالتحدث عن هذا الموضوع. هل هناك طلب بتعديل جدول الأعمال؟ وقبل أن ننتقل، هل هناك طلب؟ وسيدة دونكن توافق عليه، وإذن يجب أن نرى إذا ما كان طلب تعديل جدول الأعمال سيمر كل الأشخاص الذين يوافقون على كل الأشخاص الذين يوافقون على تعديل جدول الأعمال الحالي. سيد ماكنتوش، نعم أم لا؟ نعم، نعم، أنا سأطلب منكم لأن هذا أمر مهم جدا وأريد أن أطلب منكم لتصوتوا. دكتور شول، كلا. سيدة دونكن، نعم. جو مارشل، نو، كلا. جيمس كريغ، نعم. دكتور كريس، كلا. دايان بورتر، كلا. إذن لا يمر هذا القرار لتعديل جدول الأعمال لهذه الليلة. إذن وبالتالي سننتقل إلى الأمور الأخرى. هل لدينا طلب للموافقة على جدول الأعمال كما هي مكتوبة؟ وإذن أريد أن يتم التصويت على الاستمرار بجدول الأعمال كما هو مكتوب عليه الآن. وأريد
عضو المجلس ماكنتوش. كلا سيدتي. دكتور شول، هل ننتقل ونكمل؟ نعم سيدتي. سيدة دانكن، كلا. جو مارشال، نعم. جيمس كريغ، لأن الأمور التي سنناقشها الليلة هي مهمة أيضا، أنا سأقول نعم. دكتور كريس، نعم. تايم بورتر، نعم. إذا 5-2، وبالتالي سنستكمل جدول الأعمال كما هو مكتوب بالأساس. إذا هناك طلب بالموافقة على جدول الأعمال كما هو. هل يجب علي أن أحصل على تصويت آخر؟ كلا. نعم، شكرا لكم جزيلا. إذا سننتقل حاليا بجدول الأعمال. هل هناك طلب للموافقة على محضر اجتماع 7 أغسطس؟ عضو المجلس كريغ، تثنيه دكتور شول، كل الأشخاص الذين يوافقون على الموافقة على محضر الاجتماع 7 أغسطس ارفعوا أيديكم. الموافقة بالإجماع، شكرا لكم. في هذا المساء سيكون لدينا جلسات عمل، جلستي عمل في هذا المساء. الجلسة الأولى هي تحديث حول مسارات الاستكشاف في المدرسة المتوسطة، ودكتور بوليو سيقدم هذا الأمر لنا. دكتور بوليو تفضل. شكرا حضرة الرئيسة بورتر. أنا سنبدأ بأكاديمية جلوبال وفريق المدرسة الثانوية. كان مر وقت طويل منذ أن قدمنا لكم تحديث على أكاديمية لويزفيل. أريد أن أهنئ فريقنا. أعتقد بأننا سنرى أعلى نسبة تخرج في جي سي بي اس، تاريخ جي سي بي اس، ومنذ أن تم جمع هذه الإحصاءات إنها أعلى نسبة. وبالتالي نحن نعمل مع هذه الفرق في الثانويات، وهم يواجهون هذه الأوقات العصيبة خلال الجائحة، ولكنهم يعملون لتجهيز هؤلاء الطلاب وتحضيرهم. وكل هذا الأمر مهم جدا لأنهم مسؤولين حاليا. وبعد ذلك سنتحدث، ربما أننا نحن الوكالة الوحيدة التي نحن لدينا أكاديمية مودلز. أنتم ستذهلون بالأمور التي سنقولها. أعرف أن قسم كنتاكي للتعليم يعرفون ما سنتحدث عنه، وهم يعرفون كيف يمكننا دمج هذا العمل بين المدرسة المتوسطة والمدرسة الثانوية. سنبدأ مع أكاديمية لويزفيل، وأعتقد أن دكتور أليسون أو روبرت مور موجود معنا عن بعد. هل حضرة رئيس مور تريد أن تتحدث بأمر آخر؟ بشكل مختصر، أنا متحمس جدا للفريق لينتقل من المدرسة المتوسطة إلى المدرسة الثانوية. ودكتور أليسون، تخطوا توقعاتي. كنت أتوقع من أن هذا الأمر سيستكمل لسنة ثانية، ولكنهم التزموا بالإنصاف وبإمكانية الوصول وكانوا مشاركين. وإن هذه الفرق كما ذكر دكتور بولي، هم لديهم عدد كبير من وجهات النظر حول العمل الذي تقدمه الأكاديمية. دكتور أليسون، الكلمة لك. وأنا مسرور جدا لأرى كل فريقي متواجد معكم. شكرا حضرة رئيس مور. دكتور بوليو، مرحبا لكم. يسرني دائما أن أكون متواجد معكم هنا ونتحدث عن هذا الموضوع، وهو عملنا المستمر في أكاديميات لوفل في هذه المبادرة هنا في جي سي بي اس. قبل أن أبدأ، أريد أن أقدم لكم الأشخاص. جيس موجودة هنا لتقدم لكم تحديث. سيدة ماري باث هي المديرة الجديدة. سيدة كريستين ويكر هي متخصصة من الشراكات ما بين المدرسة والمجتمعات. دكتور هينج متواجدة معنا، وهي المديرة والمسؤولة التنفيذية. وأيضا لدينا مدرسة لغة إنجليزية، وأيضا نائب الرئيس الشؤون الإنسانية والموارد البشرية. سنبدأ الليلة في الاحتفال. من المهم جدا أن نبدأ بطريقة عكسية في هذه السنة لنرى الأثر الذي
قمنا بإحداثه في عدد من الطلاب في أكاديمية لوزي، كما ترون هنا أكثر من 4000 من بين طلاب 6800 تخرجوا في العام الماضي، تخرجوا من أكاديميات لوزي. بالإضافة إلى هذا الموضوع، 746 من هؤلاء الطلاب حصلوا على شهادات في الصناعات المطلوبة جدا، أي ما يعني أن هؤلاء الأشخاص تخصصوا في المجالات، ونحن قمنا ب أعطائهم هذه المهارات التي يحتاج إليها المجتمع. وبالإضافة إلى ذلك، حوالي 1088 كان لديهم شهادات موافق عليها في هذه الصناعات. وأيضا نحن كنا من بين أول 7 مدارس مهمة في المقاطعة، وفقط أردت أن أبدأ بهذه الأمور لكي نحتفل بهذه الأمور التي حققناها. أنا أؤمن بالبدء بالسؤال لماذا، ونفهم لماذا نحن ننخرط في هذا العمل. إذا يبدأ السؤال لماذا نحن نختار أكاديمية لوزبول. عندما تفكرون في هذه الأكاديميات، تفكرون بكيفية جمع ما بين المجتمع والثانوية والطلاب مع بعضهم. هدفنا هو أن يكبر هؤلاء الطلاب ويستكشفوا أنفسهم ويستكشفوا هذه الصناعات، يستكشفوا مهاراتهم، اهتماماتهم، من هم على صعيد الشخصي كمتعلم، وما هي مهاراتهم، وأن يتمكنوا من استخدام هذه المهارات لاستكشاف الفرص في الحياة العملية. وإن الأمور هذه الأمور مهمة جدا، لأننا نحن من قبل التغذية الراجعة من شركائنا في نطاق العمل، نحن نعرف أن ربما الطلاب يتخرجون في بعض الأحيان ولديهم المهارات الأكاديمية، ولكن ربما ليس لديهم المهارات العملية. وبالتالي نحن نقدم هذا التعليم المتمرس والعملي، ونحن نشرك الطلاب في عملية التعلم. نحن نعترف بأن كنا كلما أضفنا لهم هذه الفرص ليتمرسوا ويتمرنوا ويعملوا خلال عملية التعلم، كلما يضيفون على مهاراتهم. نحن أيضا نعيش ونعطي شهادات دبلوم إضافي، ربما يحصلون على تهنئة بالمشاركة في مؤسسة أخرى أو مشاركة في فريق رياضي أو أن يكون لديهم شهادة صناعية، ولكن توقعاتنا هي أن يتخرج جميع الطلاب بشهادة دبلوم بلس أو دبلوم مع شهادة أخرى أو توصية أخرى إضافية. نحن طلابنا يشاركون أيضا بطريقة عملية في المجتمعات، وماريان هنا ستقدم لنا أمثلة أخرى، وسترون عندما ينتقل هؤلاء الطلاب إلى مور في الصف التاسع سيصبحون طلاب سنة أولى، ولدينا عدد كبير من المباني، وهذا يؤدي يصبح للطلاب إحساس بالانتماء، شعور بالانتماء إلى هذه المباني، ويفهمون ما هي المصالح. وهم نحن نقوم بتصميم هذه الأمور بطريقة نشرك فيها الطلاب في عملية التعلم. سترون بأن الأشخاص ينتقلون من هذه الأكاديمية إلى الأكاديميات الثلاثة الأعلى المستوى إلى مستوى أعلى، ويحصلون على التعليم لمعرفة ما هي مسارات العمل لديهم. أنتم سترون أيضا ما هي الشهادات الصناعية التي يحصلون عليها أو شهادات العمل التي يحصلون عليها، وهذا يسمح أيضا للطلاب بالنمو، وأيضا يعطينا في بعض الأحيان أيضا فرصا للتطور. أيضا نحن على مستوى الطلاب والأساتذة، إن هذه المراحل انطلقت هذه هذا المشروع وهذا المبادرة انطلقت على مراحل في العام 2017 2018 2018 و2019 بعض المدارس الأخرى، وفي 2019 و2020 أصبح لدينا 15 مدرسة. قمنا بتعليم 18,000 طالب في هذا النموذج. هذا حوالي 60% من طلاب الثانوية بشكل عام هم مشاركون في هذا النموذج أكاديميات لويزفيل. وأن هذه التسلسل الزمني يظهر لكم عدد المدارس التي انخرطت في العام 2017 و2018، ربما هي الآن منخرطة أكثر في هذا النموذج. وكان لدينا عدد من التغيرات، تغيرات أساتذة، تغيرات إداريين، وكان لدينا أيضا جائحة كوفيد-19 التي قلبت المعايير رأسا على عقب، ولكننا سنتحدث عن هذه المواضيع واستراتيجية التأقلم الأخرى التي عملنا عليها لاحقا.
فأنا الأمر الآخر الذي أريد أن أتحدث عليه قبل أن أعطي للسيدة ماريا سميث أن أتحدث عن القادة في هذا العمل. هذا العمل لما كان ليحدث وليوجد من دون العمل المكتبي، هذا موجود في خصام مدارسنا وفي مركز مدرسة، وأريد أن أثني على عمل جميع هؤلاء الأشخاص. لدينا عدد كبير من المديرين التنفيذيين هنا الذين يقودون هذه المدارس، هم أبطال. لدينا المستشارين أيضا وفي الأكاديمية، ويتم تعيينهم للمجتمعات التعلم الأصغر لدعم الطلاب والأساتذة. لدينا أيضا مدربين في الأكاديمي يعملون مع شركائهم في المجتمع لضمان أن المعلومات تأتي من الصناعات والمجالات العمل إلى داخل المدرسة لكي يكون لدينا فرص تعليمية أخرى. لدينا أيضا شركاؤنا في العمل، توني جورج موجود هنا وسيتحدث عن عمله في جي سي بي اس، ولكن لولاهم كنا خسرنا كمية كبيرة من التأثير والمدخلات التي نحن نحتاجها. وأخيرا نحن قمنا بتطوير فريق الرؤية، وهو مجموعة من الأدوار لأفراد من هذه الأكاديميات الـ15 يساعدون على بناء هيكلية قوية لأكاديميات لويزفيل. نقرر ما هو الأمور التي نتوقع حصولها، ما هي الأمور الجيدة، كيف نحدد استقلالية هذه الأكاديميات، وكيف يمكننا أن ندعم الطلاب بطريقة إيجابية. ليس الأمر ليس يتعلق فقط بالمدارس الثانوية، بل بكيفية إبقاء التلاميذ في هذه المدارس وأن يبقوا مركزين على العمل. فهذا الأمر قد يفيدهم أكثر ويؤثر عليهم، ليس فقط في الطلاب مقاطعاتنا ولكن بشكل عام. في هذا الوقت سأعطي الكلمة لماري بس سميث، وهي التي ستتحدث بعمق أكثر عن هذا الأمر. مساء الخير جميعا، أنا أقدر هذه الفرصة التي أعطيتوني لأتحدث إليكم. في البدء، إن أكاديمية لوزفيل هي نموذج تحول استخدم لوضع إطار للمتع للأساتذة، وإن في حفل التخرج الأول أنا كنت أتحدث عن تحويل الثقافة والأنظمة والهيكليات في المبنى، وأيضا باستهداف كل الأمور التي يراها يسمعها يختبرها الطلاب ويشعرون بها في أكاديمية لويزفيل. عندما تحدثنا عن مدارس، هدفت الأكاديميات لتحفيز هوية الطلاب داخل المبنى، ليسوا أرقام، فهم أعضاء في الأكاديمية، أعضاء في هذا المسار، أعضاء في الفريق الذي يدعمهم. وأيضا نحن نضيف الدعم السلوكي والدعم الأكاديمي، وأيضا لدينا رفع في الفرص المتاحة لهؤلاء الطلاب. أيضا لدينا عدد من الأنظمة المتواجدة في هذه المباني، ولدينا عدد كبير من الكبار الذين يعملون معهم لكي يكونوا بيئة تعليمية. وأيضا نخطط نشكل مجموعات متخصصة لدعم الطلاب. وإن المرحلة الأخيرة التي تتأثر بهذا الموضوع هي هيكلية المباني، وأيضا بعض المساحات اليافطات ومساحات تعطى للطلاب، ويتم تنظيم الجدول الزمني بطريقة تناسب الطلاب، ويتم جمع كل الأشخاص الذين لديهم اهتمامات مماثلة في مجموعة أخرى. في هذا الوقت أريد أن أقدم لكم دكتور سارة هيتشينج، وهي مديرة الثانوية واجنر، وهي ستتحدث عن ما يحدث في ثانوية. شكرا ماري باس، أنا فخورة بأن أكون مديرة واجنر الثانوية.
and engaged and benefit. It is truly wall to wall, so every student at Wagner High School is named and claimed in one of our academies. فإذا دعوني أعود إلى الأعوام الماضية وهنالك طبعا العديد من الأشياء التي نستطيع أن ننظر إليها ولا سيما فيما يتعلق بالأنماط المستخدمة وأيضا الفائدة بالنسبة للطلاب. طبعا أنا استمعت للعديد من المداخلات وهنالك العديد من الأشخاص الذين قالوا بأن التمريض طبعا ساعدهم وأنقذ حياة العديد من الأشخاص الذين يعتبرونهم طبعا مهمون في حياتهم وهذه مسألة مهمة للغاية. وعلاوة على ذلك أيضا هنالك نموذج الأكاديمي ما يسمى بالأكاديمية فإذا هو مهم للغاية ونحن فخورون طبعا جدا بالمنجزات المختلفة للدفعة 2022 ونود أن نهنئهم طبعا وهنالك طبعا الأقلية 66% منهم طبعا في مدرسة واغنر وبالنسبة طبعا للاستعدادات وأهدافنا لهذا العام طبعا 100% نحن نعتقد بأن أكاديميتنا هي جاهزة ونستطيع أن نقوم بالتصديق وما إلى ذلك طبعا وفعل اللازم وأنا أستطيع أن أقول بأن نموذج الأكاديمية زاد من المشاركة وأيضا المخرجات وأعتقد بأن هو طبعا شيء يوصى به. شكرا. النقطة الثانية هي بالنسبة للتعلم والتعليم والتحويل حيال هذين الموضوعين طبعا وبالنسبة لي أنا في الفصول التي أعلم فيها طبعا نقوم بالتعاون مع فريق العمل وهذا التفاعل وتعامل وتنسيق نقوم به مع أعضاء الفريق ونقوم أيضا بالتعاون مع CTE وهذا يساعدنا في الارتباط وأيضا تقديم مخرجات جيدة للطلبة. بالنسبة طبعا للطلبة الذين يتعلمون طبعا الخوارزمية وما إلى ذلك طبعا هم لديهم حاجة طبعا للحصول على مختلف المعلومات وأيضا على سبيل المثال إذا ما كانوا يريدون يقوموا بالتعلم وتعليم الآخرين طبعا هذه مسائل مهمة هذا للغاية. وهنا يسرني أن أعطي الكلمة للسيد هانس بروبست وهو معلم للغة الإنجليزية. تفضل سيدي. هانس بروبست. I have been a teacher in the business and أنا أعلم في الأكاديمية للأعوام الخمسة الماضية وأنا بصفتي أستاذ إن هذه الأكاديمية تجعلني أقوم بهذه العلاقة بين الحياة الواقعية والطلاب. طبعا يجب أن تكون هذه الأمور متأقلمة مع عمل الأكاديمية وهناك عدد كبير من الاختصاصات وأيضا هي مدمجة للطلاب. مثلا نحن نحاول أن نتحدث مثلا عن بعض المقالات ونطلب من الطلاب المتواجدون في بعض المجالات التي أنا أعلم بها أن ينخرطوا بهذا بهذا العمل وأيضا لدينا عدد من الفرص المالية للتعرف على أمور المالية وأيضا هناك أمور الذين يقررون ويختارون اختصاصات ميدانية يكون لديهم الفرص في الانخراط ميدانيا. سأقدم زميلتي. شكرا هانز. إن العمل كما تحدث عليه ماري باث هو تحويل الشراكات ما بين المدارس والمجتمع. إن هذه الشراكات تحبذ وتدفع الطلاب على التواصل مع مجتمعاتهم ومعرفة ما هو الاختصاص الذي سيستكملونه بعد المدرسة الثانوية وهذا يعرف الطلاب على الأعمال وإن هذه الشراكات من خلالها
تشارك هذه الأعمال بشراكات طويلة الأمد مع هذه المدارس، وهي توفر للطلاب فرصا للتدرب والتمرس وإننا نعطي الأولوية للاستمرار بهذا العمل. إن أيضا كل هذه الأمور مرتبطة مع المدارس، لمثلا نحن نقوم بشراكات مع شركات الطيران، وأيضا لدينا عدد كبير من الطلاب الذين يعملون على هذه البرامج، وأيضا هذه الأمور من خلال التزامنا مع شركائنا وأيضا كنتاكي ووركس في يوليو، وكل هذه الأمور نقوم بها نحن. أيضا لدينا توني جورجس وهو نائب المدير وأحد الشركاء، هو الذي سيشارك أيضا، سيتحدث عن هذه الشركات وعن كيفية انخراطنا في هذه الأكاديميات. شكرا كريستين، شكرا دكتور بوليو، شكرا رئيسة بورتر. هذا الموضوع سهل التحدث عنه، وأنا أقدر لكم إعطاء هذا الوقت للتحدث عليه كشريك عمل معكم. أريد أن أستكمل عما تحدث عليه زميلي عند أولا، لماذا شاركنا ولماذا لازلنا نشارك؟ أنا كنت منذ زمن ومنذ بداية هذا المشروع كنت أتحدث مع الموظفين، وكنت أتحدث بأن هناك مشكلة في التأقلم، إن هناك هذه المدارس التي تنضج الطلاب الذين يحتاجون المهارات التي نحن يعني نحتاج إليها. وبالتالي من خلال طرأت على رأسنا فكرة أن نشارك في عملية التعلم وعملية تدريب الطلاب وأعطائهم هذه المهارات. وأيضا لماذا نحن نستمر؟ فكان هناك شاب كان لديه بعض المسائل والمشاكل في المنزل، ولم يكن لديه أمل، وكان ربما أمله الوحيد أن يترك المدرسة ويعود إلى المنزل ويسكن في المنزل. وإن هذا الشاب أيضا دخل إلى الثانوية في مايو 2017 ورأى أن هناك نظام أمامه تم عرضه في 30 أغسطس. بعد أن قمنا بتوقيع هذه الشراكة أتى هؤلاء الأشخاص إلى الشركة واستفادوا من هذا التدريب. أنا لا أتذكر، طرحوا علي سؤال لا أتذكر ما هو جوابي، ولكنني في ذلك الليل كنت أفكر بأن السؤال الذي طرحه لي هذا الشاب هو كان الجواب عن سؤالي، لماذا أنت تستثمر في هذه المدرسة؟ لماذا تختارنا نحن لنعمل؟ وبالتالي هذا الذي يدفعني أنا وعدد كبير من الموظفين والشركاء الآخرين الذين فنحن سمعنا عن هذا الموضوع، و قرر أحد الموظفين أن يعودوا ويتخرجوا ويحصلوا على شهادات أخرى. هو يعمل منذ 3 أعوام وهو يستكمل حلمه للحصول على شهادة الهندسة، وهو كان طالب في هذه الأكاديمية. إذن إن هذه الأكاديمية تؤثر على مستقبل كل شخص على حدى، ولهذا السبب نحن لازلنا نعقد هذه الشركات ولازلنا شركاء هذا المشروع. شكرا توني. إذا لاحظتم من طريقة حكيه إن شركاؤنا الشركاء الأعمال أصبحوا جزء من مدارسنا، ويجب عليكم أن تعرفوا هذا الموضوع. إذا البيانات المتواجدة هنا أمامكم هي بيانات توجه على مدى 3 أعوام لما حققته هذه المدرسة، وترون عليها 3 أعمدة. مؤشر المساءلة الذي يستخدم لمعرفة ما إذا كان الطلاب قد حصلوا على المعرفة اللازمة التي تسمح لهم بالانتقال إلى مستوى التعليم التالي أو إلى اليد العاملة. إذا ننظر إلى التحصيل العلمي للطلاب في الشهادات، في الفحوصات، في الاختبارات، وأنتم يمكنكم أن تلاحظوا 3 سنوات تأثرت بكوفيد 19. 2020 كنا تقريبا شخصيا، 2021 كنا عن بعد وانتهينا
ربما بعض الأحيان في شخصياً، و2022 كنا شخصياً. إذا نظرت إلى هذه الأعمدة ترون أن هناك تقدم في العام الماضي، 75% كانوا جاهزين للعودة إلى العمل، كنا 70 ليس 75، ولكن 70 هي أعلى نسبة للاستعداد وضعناها نحن في المقاعد في المقاطعة كمدرسة ثانوية. وهذا التقدم يقول لنا أمرا، أولا هناك شعور في المرونة ما بين طلابنا أساتذتنا وقاداتنا، وحتى عندما تظهر هذه المشاكل هناك أمر في صلب هذه الأكاديمية وعلمها، يشرك الطلاب ويساعدهم بالوصول إلى حيث يبغون. الأمر الآخر هو أننا عندما نشرك هؤلاء الأشخاص ونقوم ببنائهم ونربط كل هذه الأمور باهتمامات الطلاب ومصالح الطلاب، يأتي الطلاب يصبحون أكثر حماسا للمجيء إلى المدرسة ولأن يكون أدائهم رائع على كل المستويات. إذن 70% إن هذه هي النسبة التي وضعناها. إذا نحن نرى من خلال هذه البيانات الأثر التي نحن نحدثه في الطلاب. سأعود إلى ماري باسميث للتحدث عن بعض استراتيجيات للتقدم وللمضي قدما خلال هذا العمل. إذا في خلال هذا العام ما رأيناه، وسأتحدث عن كيفية الاستمرار. أنا فخورة أقول بأنني أنا عندما كنت مديرة في هذه المدرسة لم يكن لدينا تدريب ودعم للإداريين، أنا كنت مساعدة مدير ولكن لم أكن أحصل على التدريبات ولم أكن أحصل وأتابع أي نوع من التدريبات ومن الدعم، وبالتالي نحن مسرورون لوجود هذه الخطة. أيضا نحن نضيف تدريب إضافي للتعليم ما بين الاختصاصات والتعليم المرتكز على المشاريع، فهذه الأمور تظهر للطلاب كيفية تطبيق ما يتعلمونه. وأيضا نحن سنقدم نظام قياس جديد لتقييم الطلاب على الحرم. نحن لدينا الوسيلة ولكن يجب علينا أن نعمل أكثر لنعرف كم عدد الطلاب الذين ذهبوا ربما إلى هذا التدريب، كم عدد الطلاب الذين يقومون بتدريب آخر. إذن سنقوم بتتبع هذا الموضوع وسيكون لدينا قياس ونظام قياس آخر، وأيضا نحن سنعود بزيارة شركاء العمل لأننا خلال جائحة كوفيد لم نتمكن من زيارة هؤلاء الشركاء، ولكن الآن سنتمكن من زيارتهم مجددا لاستعادة هذا النظام. أيضا سنضيف المسارات المرتبطة بفرص التعلم المرتكزة على العمل، سيتمكن الطلاب من حصول على فرص التدرب والتمرس في الشركات. سنستكمل عملنا مع فريق الرؤية، هو الذي سيساعدنا على تشتيت بعض الأمور غير مشددة في هذه الخطة، ونحن مسرورون جدا بالعمل مع زميلي اكسبلور ولكي نطور هذا النموذج ونعطي الطلاب الخبرات والأمور التي يستحقونها. سأعطي الكلمة دكتور أليسون لإنهاء. Word here goes back to the why, and this is the mission of the Academies of Louisville. دعونا نعود إلى السؤال الرئيسي وهو لماذا نحن في أكاديمية لويسفيل. طبعا نود أن نمكن الطلبة، وهدفنا هو أن نقوم طبعا بتقديم الإرشادات ومبادئ التوجيه اللازمة، وكما قلت آنفا طبعا هناك حاجة لكي يكون لدينا طبعا ترابط بين الطلبة وأيضا المعلمين، وهذا يساعدهم طبعا في التقدم والمضي قدما. دكتور بوليو ننهي هنا. حسنا، لدينا بعض من النقاط المهمة هنا، وسيد جورج أنا أود أن أحصل على هذه النسخة من العرض طبعا. والنقطة الثانية التي أريد أن أتحدث عنها هي فيما يتعلق طبعا بالتعليم التدريبي والتأهيلي. هناك 80,000 من الطلبة حاليا
من خلال طبعا أكاديميات مختلفة تمكنوا من الحصول على التأهيل المهني. وطبعا هنالك برامج ذي صلة بالتكنولوجيا والتقنية. فبلا شك نحن نشكر المدارس الثانوية وأيضا الآن المتوسطة. المدارس المتوسطة ستقوم بتقديم نبذة مختصرة عن الأشياء التي قاموا بها وأيضا سيساعدونا في تسليط الضوء على مختلف المسائل ولا سيما فيما يتعلق طبعا بالمدارس المتوسطة للمدارس المتقدمة أو الثانوية. ولهذا نحن نؤمن بأن هذه المدارس لديها دور مهم للغاية. فإذا هلا هنا ودنا نعطي الكلمة للدكتور فوق ليقدم شرائح الخطة. حسنا شكرا جزيلا. أود أن أرحب بالدكتورة سارة جرين وأيضا أليكس كريغون. ونشكر أيضا الدكتور رامسي سيد أنومر. و أيضا لدينا كوزبي وكيرن سميث. أود أن أبدأ وأشكركم طبعا على هذه الفرصة وعلى التزامكم خلال العامين الماضيين طبعا. ونحن نثمن جميع المشاريع التي ذكرها الدكتور بوليو وكيف لنا نقوم بتحسين طبعا التجربة في المدارس المتوسطة. وهذا موضوع مهم للغاية أيضا. وكما قال الدكتور بوليو هنالك اهتمامات مختلفة بالنسبة للطلبة خلال هذه الفترة في المدارس المتوسطة طبعا. وهذه تمثل وتجسد طبعا العديد من الفرص المهمة بالنسبة للطلبة. ونحن نعتقد بأن هذا يساعد في زيادة المعرفة. وأود أن أشكر السيدة روزنفولد وأود أن أشكر السيدة غرينوالد. والآن أود أن أعطي الكلمة للسيد غرينوالد السيدة غرينوالد عفوا. شكرا جزيلا. شكرا للسيدة بورتر رئيسة المجلس والحضور الكريم. أود أن أعطي صفقة حارة للزملاء هنا طبعا على هذه الاستعدادات التي قاموا بها وأيضا الجهود التي قاموا بها خلال العامين الماضيين. لماذا نحن نتحدث عن المدارس المتوسطة؟ طبعا المدارس المتوسطة لها دور مهم للغاية، ولكن أيضا ثلاثة أعوام يمكث فيها الطلبة خلال هذه الفترة طبعا تتجسد العديد من الأشياء بالنسبة للطلبة ويتطورون وما إلى ذلك. ونحن نؤمن بأن هنالك حاجة طبعا لأن يكون لدينا شراكات حول طبعا المسألة التكنولوجية وما إلى ذلك. الآن المسألة التي نعتقد بأنها مهمة للغاية ولا سيما في المسارات طبعا أن يكون هنالك مساواة وأن يكون هنالك تثقيف وأيضا تعليم يتماشى مع القرن 21. والسؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا الآن؟ لماذا؟ لأنه حان الوقت لكي نقوم بعقد هذه الشراكات وأيضا في للمرة الأولى في تاريخ طبعا الجي سي بي اس نرى بأن هنالك طبعا شراكات مختلفة على سبيل المثال واغنر وأيضا مدارس أخرى. ونرى بأن هنالك أيضا تعاون بين الطلبة وأن هنالك تعاون بين المدارس وهذه طبعا ممارسات مهمة للغاية. فإذا نحن رؤيتنا في الـ JCPS Explorer أو المدرسة العامة لقطاع جيفرسون هو أن نقوم بتمكين أيضا الطلبة على المستوى المقاطعة. وأيضا من المهم أن ننظر إلى
المسائل المتعلقة بالفنون والموسيقى وأيضا العروض وأيضا أن يقوموا بالأشياء المتعلقة بالروبوتات وأيضا التسويق والصحة العامة. كما نقول طبعا هذه نتائج مرضية لجميع الأطراف. بالنسبة طبعا للحركة المتعلقة بالمسارات والمكونات، كما ترون هنا على هذه الشريحة، ينبغي أن نركز على اهتمامات الطلبة، وأيضا هنالك بعض من الفيديوهات التي هي متوفرة في شريحات، ولكن هذه الفيديوهات أيضا ترينا العديد من الأشياء المهمة. وفي الفصل السابع والثامن طبعا نرى بأن الأنشطة تختلف، وهنالك أيضا زيارات ميدانية مختلفة، وبهذه الطريقة طبعا يتم الحصول على المعرفة. وبالنسبة أيضا للخيارات المختلفة هنا للمسارات، طبعا لدينا العديد من خيارات. كما ترون في المدارس المتوسطة نحن نركز على التواصل وأيضا سبل الوصول إلى هذه التقنيات وأيضا المعرفة المتنوعة. فإذا عندما نتحدث عن المساواة، طبعا المساواة هي مسألة مهمة للغاية، ولكن عندما نتحدث عن المساواة وسبل الوصول إلى مختلف الخدمات بصورة متساوية، نحن في Explore طبعا نركز على هذه المسائل. وهذا يعني بأن كل طفل له الحق أن يصل إلى مثل هذه الأشياء التي تم سردها في شرائح العرض. وهنالك أيضا مسألة ذي صلة باختيار طبعا مساراتهم، الطلبة لديهم الفرصة لاختيار هذه المسارات، وأيضا هذا يعتمد على المسألة الديموغرافية، وأيضا هذه تؤكد لنا أننا نمضي في الطريق الصحيح. الشريحة التالية لو سمحتم. حسنا، لكي أختم كلمتي، ما معنى Explore؟ هذا لا يعني بأن الطلبة في المدارس المتوسطة يستطيعون يختارون المهنة التي يودون أن يركزوا عليها، بل هذه فرصة للتعلم والتعلم عن مختلف الأشياء، وأيضا توفر فرص مختلفة بالنسبة للطلبة وأيضا للمعلمين. فإذا أود أن أنتهي هنا، ولكن قبل أن أعطي الكلمة لأليكس، في المدارس المتوسطة دائما نحن لا نثمن على الأشياء التي من الممكن أن يقوم بها الطفل الذي يبلغ 13 أو 14 سنة أو 12 سنة على سبيل المثال. طبعا هم لديهم العديد من المهارات، ومن المهم أن نقوم بإعطائهم هذه الفرصة. فإذا هذه هي المسارات، لدينا نيوكامر أكاديمي، لدينا رامزي، وأيضا لدينا شوني، لدينا أيضا المدرسة المتوسطة توماس جيفرسون، وسبورت، وكاميرر. 8 من المدارس التي ستبدأ هذا البرنامج وهذا التدريب. وقمنا أيضا بتدريب المعلمين لكي يتمكنوا من تقديم خدمات بصورة جيدة، وأيضا نحن نقوم ب طبعا توظيف المعلمين قدر الإمكان. والآن أود أن أعطي الكلمة لأليكس كليكوم. حسنا، مساء الخير، أنا اسمي أليكس كليكوم. إحدى الأشياء التي أنا مهتمة بها هي طبعا المجالات التي ينظر إليها الطلبة. طبعا الاستكشاف هي مسألة مهمة للغاية، ولهذا نحن نقوم باستخدام طبعا الشعار أن ننظر إلى الإمكانيات المتاحة
أو النظر إلى إمكانيات المتاحة، فمن المهم جدا أن ننظر إلى هذا الموضوع. وأنا أستطيع أن أجزم وأقول بأن خلال فترة بسيطة جدا نرى بأن هناك اهتمام كبير حيال هذه المواضيع، وفي الفيديوهات سترون طبعا الاهتمام وأيضا الحماس المفرط المتواجد في الفصول. فهذه مسألة جيدة للغاية، ولدينا 6 من المسارات، والطلبة يستطيعون يقوموا باختيار المسار الذي يتماشى معهم. وفي الفصل الثامن يستطيعون أن يركزوا على اهتماماتهم المختلفة، وأيضا يستطيعون أن يستخدموا أو اختاروا المسار الذي يتماشى مع شخصيتهم. وكما ترون هنالك سفراء الطلبة، وهؤلاء سفراء يمثلون طبعا الطلبة، وهذا مهم للغاية بالنسبة للطلبة. وطبعا هنالك أشياء يتعلمونها، وهذه مسائل مهمة للغاية. المهارات التي يكتسبونها هي مهمة طبعا، إلقاء الخطاب والارتجال وما إلى ذلك، هذه العديد من هذه مهارات مهمة للغاية. وأنا استمعت إلى العديد من أولياء الأمور الذين ذكروا بأن هذه مهارات مهمة للغاية، وهذه المعلومات طبعا مهمة بالنسبة لنا بما أننا نحصل على تغذية عكسية. وأنا عملي هو التأكد من أننا نمضي في الطريق الصحيح، وأنا يسعدني أيضا أن أقدم السيدة شوميكر. مساء الخير، أنا كنت معلما لمدة 20 عاما، فعندما انضممت إلى هذا البرنامج أنا كنت سعيدة جدا، ولكن أيضا رأيت بأن الهندسة وأيضا التصميم هذه من الأشياء المهمة التي تهم طبعا الأطفال وأيضا الطلبة. وفي العام الماضي تم استخدام طابعة ثلاثية الأبعاد لطبع وطباعة حيوان أو مجسم حيوان، وهذا شيء رائع للغاية. فتخيلوا مثل هذه الأشياء حتى إذا ما كانت غير مهمة لها طبعا طابع مختلف، والطلبة يريدون أن يتمسكوا بهذه الأفكار التي يمتلكونها. والشيء الذي من المهم أن ننظر إليه هو أن هذه البرامج مهمة للغاية، ونحن نشكر طبعا جميع العاملين في الإكسبلور. الآن أود أن أعطي الكلمة للزميل لكي يقدم عرضه أيضا. مساء الخير، عندما يأتي الطلبة إلى الفصول طبعا هم لديهم أحلام كبيرة، وهم يقولون بأنهم يريدون أن يحصلوا على معلومات كبيرة ويقومون بتوفير الآخرين إلى آخره. فالشيء الذي ينبغي أن ننظر إليه هو أن في صلب هذا الموضوع أنا أؤمن بأن الطلبة لديهم فرص جوهرية، وهم يستطيعون أن يغيروا ويؤثروا على المجتمعات. الطلبة في معظم الحالات لا يحصلون على هذه الفرص، ويفقدون هذه المهارات، ويفقدون إلهامهم أيضا. فمن المهم جدا أن نقوم بمن هذه الفجوات، و
وعندما نقوم بمثل هذه الفجوات هذا يعني بأننا نقوم بتحديد هذه الفرص ونقدم لهم طبعا حزمة من المهارات المختلفة التي تهمهم وتساعدهم أيضا في تحويل أو تغيير حياة الأشخاص في المجتمع. أنا رواندا كافي أود أن أشكر أعضاء المجلس ونشكر تعاونكم معنا ونود أن أشكر السيدة بورتر أيضا على زيارتها. عندما نتحدث عن هذه البرامج هي مجالات لم نتطرق إليها في السابق ونحن من المهم جدا أن ننظر إلى هذه المسائل ومن المهم أيضا أن يكون هناك تركيز طبعا على المجالات المتداخلة المختلفة ومن المهم أن يتم أيضا التعرف عن هذه المجالات ونقوم بربطها مع طبعا القطاعات المختلفة فإذا الممارسين ينبغي أن يعملوا مع هذه القطاعات المختلفة وأيضا من المهم أن نخصص طبعا سيارات ميدانية بالنسبة للطلبة لكي يقوموا بزيارة هذه القطاعات وأيضا الصناعات المختلفة. عندما نتحدث عن الباثويز أو المسارات من المهم أن ندرك بأن هذه طبعا مهمة بالنسبة لأهل الطلبة وأيضا تخلق العديد من الفرص. لا نود أن أعطي الكلمة للسيدة سميث. شكرا لك يا رواندا. أنا أثمن الوقت الذي خصصتموه لنا وأود أن أشكر السيدة بورتر رئيسة الاجتماع. هذا البرنامج يخلق فرصة الانتماء وأيضا يساعد في الإنصاف الأقلية بالنسبة للطلبة الذين طبعا لا توجد لديهم المهارة الكافية في الرياضيات أو مجالات أخرى يستطيعون أن يتعلموا أشياء أخرى على سبيل المثال تتماشى مع الهندسة وما إلى ذلك. فهذه المهارات هي مهمة للغاية ونحن في العام الماضي قمنا بتدشين هذا البرنامج وفي الفصل السادس رأينا بأن هنالك مهارات عديدة تأتت من هذا البرنامج وهذا العام نحن ركزنا طبعا على توظيف عدد أكبر من المعلمين ونحن تمكنا أيضا من ترسيخ أيضا هذه المجالات وأيضا تمكنا من الحصول على مخرجات إيجابية. ولماذا نرى بأن الطلبة يركزون على PRP؟ هذا يساعدهم في الاستعداد طبعا للمرحلة التالية. شكرا لكم أعضاء المجلس على موافقتكم مقترحنا وأيضا نحن سنقوم بإضافة مختبر للهندسة ومختبر للمسائل المتعلقة بالاتصال. فإذا إحدى الأشياء المهمة التي حصلت في العام الماضي ولا سيما بعد حفل الاختيار للفصل السابع والثامن بعض من الطلبة كانوا طبعا يتحدثون عن بعض من الأشياء ولكن خلال الحوار الذي دار بينهم رأيت بأن هنالك طبعا شيء أو شغف داخلهم فهذا شيء مهم للغاية. فقط وددت أن أشاطركم هذه الفكرة. شكرا شكرا جزيلا. قبل أن أنهي كلمتي فقط أود أن أقول بأننا
لدينا العديد من الأشياء التي نستطيع نقدمها. فإذن قبل أن نختم هذا العرض، أردنا أن نقول بأن خلال العامين الماضيين طبعا حصلنا على مساعدة من المجلس، ونحن نشكر طبعا المجلس، ونتمنى أن نغير قواعد اللعبة في الجي سي بي اس أو المدارس العامة لمقاطعة جيف. شكرا جزيلا، نشكر جميع المقدمين، ونحن نعتقد بأن هذا العمل هو رائع للغاية. فإذا أنا لا أود أن أطيل الحديث، لا أود أن أعطي فقط الكلمة للأشخاص الذين يريدون أن يطرحوا بعض من الأسئلة، ولكن هذا هو العمل التحويلي، وأنا لا أستطيع أن أقول لكم إلى أي مدى نستطيع أن نغير من المعطيات. شكرا، شكرا لك سيد بوليو. الآن أود أن أطلب من أعضاء المجلس أن يقوموا بتقديم آرائهم حول هذا الموضوع. فأنا أود أن أشكر الـ UPS على هذه المبادرة الرائعة، وأنا أتذكر بأن هذا العمل بدأ في الماضي، وأنا أتذكر بأنني كنت مديرا في مدرسة ما عندما بدأ هذا البرنامج. وأنا أشكر جميع المشاركين وجميع الأشخاص العاملين في هذه المبادرة. فبلا شك أود أن أشكر جميع الأشخاص الذين ساعدونا في إحداث هذا التغيير، وأنا بلا شك أستطيع أن أقول بأن هذا برنامج يحدث التغيير. وأشكركم جزيل الشكر طبعا على هذه المبادرة. فأنا فقط أردت أن أشكر UBS، وأردت أيضا أن أشكر العاملين في هذا البرنامج، وأنا لا أنسى بأن طبعا الطلبة استفادوا كثيرا من هذا البرنامج. فمرة مجددة أشكركم جزيل الشكر. حسنا، تفضلوا المدراء من المدارس الثمانية. شكرا، شكرا، صفقة حارة لكم. حسنا، الآن نستمع إلى مداخلاتكم، وأود أن أعطي الكلمة للسيد جو مارشال. السيد جو مارشال تفضل. شكرا. Tonight, I think that this is the work that we get. شكرا على عروضكم. أعتقد أن هذا العمل الذي نحن نسر ونتحمس للتعلم عنه، لأنه يقدم التحسن في عمل طلابنا وفي حياة طلابنا. وأنا أستمع إلى أمور من طلابنا وإلى ما تقومون به مع طلابنا. أما فيما يتعلق بالتعليم، ما الذي يتخرج الطلاب بعد انتهاء هذه المسارات؟ ما هي الشهادة التي يحصلون عليها؟ إن هؤلاء الطلاب يتخرجون ولديهم 9 ساعات من الحصص، وبالتالي هم يقررون إذا ما كان سيستمرون بتعليمهم كمعلمين، وأيضا يتطبق على المؤسسات الثانية. نعم، أنا أعرف بأن هناك طلاب ومدارس قاموا بهذا الموضوع، وهذه المدارس قاموا بالشراكة مع مدارس مجاورة متوسطة وابتدائية. هل صحيح؟ نعم، أعتقد أن هذا الأمر أيضا مهم جدا، خصوصا إذا كنا نواجه نقص في الأساتذة، وهذا ما نتحدث عليه. أعتقد بأن الإمكانات كثيرة في هذا المجال، ويمكننا أن نضع أفضل الطلاب الذين أعرفهم، وهم الذين ربما كبروا وعاشوا في هذه المدارس. وأنا مسرور جدا لكل الأمور التي نحن نعمل عليها. هل لدينا أي خطط لتتبع توظيف المتخرجين والخريجين للحصول على بيانات أين هم هؤلاء الطلاب؟ ما هي النسب
دكتور ريك. نعم، نحن سنسر بمعرفة عدد الطلاب الذين انضموا إلى هذه المسارات، أنهم انتهوا في المهن التي يريدون الحصول عليها واكتشفوها. إذا تمكننا من جمع هذا السؤال سنتمكن من جني الكثير من الأموال في هذه المقاطعة. نحن نعمل مع شركائنا في كنتاكي ووركس، وهناك أيضا شركات مستمرة، ونستخدم بعض البيانات من لينكد إن وبعض البيانات الأخرى لنحاول تتبع هؤلاء الطلاب. وبعد ذلك بدأت الجائحة ولا يسعنا سوى أن ننتظر الصف الحضوري التالي لاستكمال هذه المبادرة وهذا المشروع. إذا نحن يهمنا أن نجيب عن هذا السؤال عندما نحصل على هذه المعلومات. إذا هذه نقطة نحن يمكننا أن نشدد عليها عندما للتسويق، عندما نظهر البيانات عن الأشخاص الذين تخرجوا وحصلوا على شهادات وحصلوا على عمل. أعتقد بأن هذه الأرقام ستكون مهمة جدا. أما بالتحدث عن نقص الموظفين، أعتقد بأنكم أنتم ذكرتم أنكم بحاجة لستة أساتذة إضافيين لهذه المسارات. أنا خضت هذه المحادثة مع عدد من CTT وطلابنا، وقلت لهم بأنكم أنتم تدخلون في هذا المسار يقودكم نحو وظيفة، وأنتم ستجنون أموال إضافية أكثر من الشخص الذي يعلمكم حتى. هل هذا هو عائق لئلا نستطيع إيجاد أساتذة مستعدون للتعليم، فهم فقط يريدون جني الأموال من خلال العمل في هذا المجال؟ وفقا لخبرتي إنهم هناك شقان، نعم، ولكن يضعون مصلحة الطفل أمامهم، وبعد ذلك يعودون إلى الرشوة ويقولون نعم أنا كنت أدير عمل وأعرف كيف أديره، أنا كنت أدير دار رعاية، أعرف كيف يبدو هذا الأمر، ولكن أريد العودة في الجي سي بي اس. هذه هي الأمور الأساسية التي نحن نقوم بها. نعم، هذا رائع. أعتقد بأن هذا هو صلب المدرسين، فهم الذين لديهم الشغف للعمل. وسؤالي الأخير يتمحور على توظيف الأقليات. كما قال المدير كوزبي، ألا يمكن للطلاب أن يتحولوا إلى ما لا يمكنهم أن يرونه؟ هل نحن نضمن الإنصاف في التعليم هذه المسارات في اختيار المدرسين؟ نعم، نحن نتبع نفس التوجيهات كما لو أننا نختار معلمين. نضع الإعلان، في بعض الأحيان يكون العمل صعب جدا وبطيء جدا في فرز هذه الأمور، وبالتالي نحن نقوم بتتبع هؤلاء الطلاب عبر تويتر، فيسبوك وغيرها. فهذا أمر مثير للاهتمام. أنا كنت في عطلة وكنت أتحدث مع منقذ الأرواح، وقلت له أنني أريد أن أتعلم ما يقوم به، وكان هذا مذهل، وهذا ما نقوم به في المدارس. شكرا لكم، نحييكم، نحيي المدير سميث، سيد بروب، وتوني منيو اي بي اس، تمثل المدارس الأربعة. فهناك تطور كبير يحدث، أعرف أنكم مهتمون، وأنا أؤمن بأن هذا الأمر سيبدل المعادلة مع إضافة طلاب آخرين إلى هذه المعادلة. أعتقد بأننا سنغير هذه الأمور. شكرا سيد وشل. سيد دانكن تفضلي. يثيرني أن أستمع إلى ما قدموه، لأن لدي فتاة في المتوسطة الآن، ونحن ندرك حاليا أهمية التحقيق ما أنتم شغوفون من أجله. أنا لدي شهادة في برنامج التمريض، وذهبت إلى البلد الثانوية، ولا يمكنني سوى أن أقول لكم كيف كان بإمكانها أن تخلق الفرص من الأمور القليلة التي لديها، ورأيت ما يحدث هذا مع أولادي. في
في بعض الأمور. هناك بعض الأشخاص الذين طوروا شغف مثلا في الموسيقى، وبالتالي أن سؤالي للمدارس المتوسطة كيف ستتمكنون وستأخذون هذه الأمور بعين الاعتبار إذا كان هذا الشخص لديه شغف في الموسيقى؟ إذن للمرة الأولى ومع دخول ومع كل هذا التمويل لنا الآن أصبح بإمكاننا وأيضا كان بإمكاننا أن نقرر ونعزز هذه الأمور لكي يكون هؤلاء طلاب ناجحون. نعم، أنتم تحدثتم عن الأحلام، وإذا لا ترون هذا الأمر أو إن لم تروا أي شيء لا يمكنكم أن تحلموا به. وأنا أيضا علمت في بعض المدارس ولم يكن بعض الأطفال يملكوا حلما، حلم الحلم، لأنهم لم يروا هذه الأمور، وكان هذا الأمر مزعج جدا. فيجب على الطلاب وعلى الأطفال أن يروا لكي يتمكنوا من تطوير الأحلام وإيجاد طرق لتحقيق هذه الأحلام. بالنسبة إلى المنشآت، هل سيكون هناك ربما يافطة حول ما الذي يجب فعله في هذه المدارس للوصول إلى هذه المسارات؟ نعم، سيكون هناك هذه الأمور التي تسهل الحياة. نعم، أعرف بأنكم تحدثتم عن هذا الموضوع، ولكن هل هذا يحدث في كل المدارس؟ نعم، هذا يعتمد على المسار التعليمي، ولكنهم سيحصلون على مبلغ من الأموال أمور التي يحتاج إليها القرطاسية وغيرها من الأمور، وبعد ذلك سيحصلون على التمويل وفقا لتقدم المشروع. ما قمنا به هو أننا استأجرنا عدد من الغرف، وإذا دخلتم إلى هذه الغرف سترون أنها رائعة. مثلا عندما يدخل الطلاب إلى مدرسة ثانوية ويزورون إلى الخدمات المقدمة يعتقدون بأنها رائعة، ولكن نحن سنستمر بالقيام بهذا الموضوع لأننا نحن بحاجة لإعادة بناء المدارس وفقا لهذا النموذج. إذن إن المدارس الجديدة التي سنبنيها يجب أن يكون لديها منشآت تعكس الالتزام بالتعليم الفني والمهني على كافة المستويات. يجب علينا أن نلتزم بهذا الموضوع. نعم، أنا أثني على ما قلته. نحن نستخدم مفهوم الوصول المنصف، وهناك طرق مختلفة لتطبيقه. فإن الوصول العادل بالنسبة إلي، عندما نتحدث عن الإنصاف نحن لسنا متأكدين عن ماذا نتحدث عنه. هل هو بالتوازي، وصول بالتوازي؟ لأننا عندما نتحدث عن بالتوازي نعني هذا هو نسبة 100% من الطلاب. إذن نعم، في الصف السادس يحصلون على تناوب في الأكاديميات الثلاثة، وكل طالب سيحصل على فرصة استكشاف هذا الأمر، وبعد ذلك ستكون لديه فرصة للاختيار واختيار أحد هذه المجالات. بالنسبة إلي هذا يبدو بأنكم أنتم تضمنون إمكانية الوصول إلى الأشخاص، وأعتقد أننا من خلال النص يجب علينا أن نعي هذا الموضوع، لأنه عندما يقرأ الأشخاص هذا الموضوع، أنا أعطيته لعدد من الأشخاص وسألتهم ما الذي تعنيه هذه الجملة، وبرأيهم يقولون أن هناك بعض الأشخاص لن يدخلوا إلى هذه الأكاديمية. أعتقد أنه بإمكاننا أن نوضح، وأمل أن أترك بتوضيح هذا الموضوع. أنا سأضيف بعض الأمور سيدة دوكم. استمعت إلى دكتور واغنر دويتشن يتحدثون عن الأكاديميات جدار على جدار. ما نعنيه هو أن المبنى الأساسي مصمم بطريقة أي طالب يدخل في ممر واغنر يمكنه أن يدخل إلى أحد شركاء الأعمال. وأعتقد أننا في بعض الأحيان نحن ربما نخلط ما بين الإنصاف والمساواة. هي ليست عينها المساواة، هي أن نكون بالتوازي مع الجميع، ولكن الإنصاف هو أن نضمن أن كل طالب يدخل إلى هذه المدرسة يحصل على كل الأمور، وأيضا أن نوافق وأن نكون لدينا
بنى التحتية التي تضمن أن يحصل هذا الطالب على كل الخدمات كغيره من الطلاب. وهذه الأمور التي نحن نتناقشها ونعمل على تطبيقها في هذه الأكاديمية. إذا عندما نقول الوصول المنصف، يجب علينا أن نضمن حصول هؤلاء أيضا الطلاب على الدعم بالإضافة إلى ذلك. إذا هناك بعض الحاجة لتطبيق هذا الموضوع. هناك أمر أخير يطلب من عدد من الأساتذة أن يكونوا مدربين ودمجوا كل المحتوى، وبالتالي لنقول أن هناك طفل متأخر في بعض الأمور، هم يقومون بدعمه ضمن الصف ولا يقومون بإقصائه. أنا مسرورة جدا بهذه التوجهات. شكرا لكم جزيلا على العروض التي قدمتموها وعلى القيادة التي تقودونها. شكرا شكرا سيدة دانكن، عضو المجلس كريغ. دكتور هيجينغز، لدي الفرصة لأثني على ما قاله دكتور وغنر والمديرة. نحن ناقشنا هذا الموضوع مطولا مع الأساتذة الذين يطبقون هذا النموذج، وأنا كنت مذهول بالعمل والشغف، وأيضا لم أحظى بفرصة رؤيتكم منذ الصيف، وأنا أقدر وبالتالي العمل الذي تقومون به خصوصا في خلال هذه التحديات. نحن شاهدناكم تدخلون في هذا المجتمع بالطريقة التي تريدونها، وشكرا لكم على هذا الموضوع. دكتور أليسون، كم نحن نساهم في نمو هذه الصناعات؟ هذا تحدي كبير. ما الذي تعنيه بالأمور الأخرى من بين غيرها؟ نحن العمل الذي نقوم بالمقاطعة مقارنة بأعمال الأكاديمية يظهر هناك اختلاف، ولهذا السبب يقول بأن هناك أمر تابع لي يجب أن تحصلوا. نحن نقول دائما بأنه يمكنكم أن تحصلوا على التعليم الفني والمهني في لويسفيل وأكاديمية لويسفيل، ولكن لا يمكن لأكاديمية لويسفيل أن تكون غير أن لا يكون لديها هذه التدريبات. فهذه المدارس تعتمد على عمل الأكاديميات. إن مدارسنا في جي سي بي اس تعتمد على عمل هذه الأكاديميات، وسيكون هناك مدارس أخرى وسيكون لديها دور في هذه الإجراءات. أنا ذكرت هذا الموضوع وقلت بأن 70% من الطلاب أو 60% من غير الأكاديميين في مدارسنا المحلية. إذا تجتمع كل هذه الأمور وكل هذه الأرقام معا، نعم كان النمو مذهل، ولأن هذه المدارس كانت مهيكلة بطريقة لتقديم التعليم والتربية بطريقة مختلفة. أنا أتذكر أني ذهبت إلى المدرسة وقضيت 7 سنوات، من بينها هناك بعض السنوات التي لم تكن مفيدة، وسأكون واضحة معك. وبعد ذلك بدأت بالكيمياء، والآن أصبح دوري وأنني أنا لا أقوم نحن نعمل على جعل هذه المدارس أكثر دمجا للطلاب، وأيضا اعتماد وإعطائهم خبرات التعلم والتعليم. إذا رأينا عدد من المدارس السنوية ليست من بين هذه النماذج، وهم يحتفلون بتحقيق المستوى الأول، ولكن الطلاب الذين نتحدث عنهم في الروضة هم لديهم إمكانات أكثر. وأجر بالي، سيليكا، جي تاون، فريديو، فروم كريك، كل هؤلاء الأشخاص هم المدارس الذين هم يتخطون هذا المعادلة التي وضعت. دكتور نيلسون، هل هناك أي تحديثات حول أرقام؟ نحن نعمل على ذلك، نحن نعمل على الحصول على هذه البيانات. أنا أنتظرها. شكرا لك. نحن
هل نتوقع أن يكون هناك استكمال لهذا المشروع أيضا في مدارس متوسطة أخرى؟ في إجابة قصيرة نعم، وبعد في إجابة طويلة نحن سنستكشف المدارس التي يمكن أيضا أن تعتمد هذا الموضوع، وأيضا لدينا تريل بريزرز والأمور التي تحدث والأثر التي تبقيه هذه المدارس، وسيكون لدينا خلال الأعوام الثلاثة المستقبلة مستقبلية هذه المدارس. السؤال الأخير عن الأرقام والبيانات، إذا أريد منكم أن تجيبوا عن هذا الموضوع، فطرح السؤال علي ولم أتمكن من الإجابة عليه. هل نحن نتسرع من خلال التركيز على طلاب في عمر 11 و14 عاما لإعطائهم مسارات تعليمية أخرى ومهنية؟ ألا يجدر بهم أن يركزوا أكثر على التعليم وبعد ذلك نبدأ بالتفكير بالمهنة والحياة المهنية عندما يصبحون في العمر 15 عاما؟ نحن ما نحاول القيام به، نحن لا نضع الطفل على مسار العمل في الصف السادس، ولكننا نحن ننشئ بيئة ومجتمعات صغيرة يشعر الطالب من خلالها بأنه ينتمي، ونعطيهم الفرصة ليروا بأن هذا الأمر الذي هم يهتمون إليه يهتمون به سيكون أفضل خيار بالنسبة إلى هذا الطالب الذي يختار هذا الموضوع. فإذا طلبت وطرحت السؤال على طالب وقلت له ما الذي تريد أن تصبح عليه في المستقبل، سيسمون مدرسة أو ثانية. أنا أيضا لم يكن لدي علم بكل المدارس في المقاطعة أو ما الذي تقدمه، ولكن نتيجة لهذا البرنامج أصبح بإمكان الطلاب أن يعرفوا كل المدارس وما هي الأمور والحصص التي تقدمها. شكرا لك عضو المجلس كريك، عضو المجلس ماكنتوش، شكرا 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 على وجودكم هنا. أعرف أن هذا اليوم كان صعبا على الجميع وأقدر لكم ذلك. سأختصر لأن عدد من أسئلتي وملاحظاتي تم طرحها. هل يمكنك أن تحدثينا أكثر عن العملية والمسارات في المقاطعات؟ ما هي العملية لتحديد ما إذا كانت هذه المسارات مناسبة للمدرسة أم لا؟ إذا كيف نقوم بهذا الموضوع؟ نجلس ونتحدث وننظر إلى نمطه في المدرسة ونتخذ القرار وفقا لهذا الموضوع، وأيضا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الطلاب الذين يدخلون لأول مرة لمعرفة خلفيتهم، ما هي الأمور التي يريدونها، ما هي الأمور الذين يهتمون بها، واستنادا إلى ذلك نتخذ القرار بوضعهم في أحد المسارات على الدرب الإيكولوجي. أيضا السبب الذي لدينا 5 وبدل 6 هي لكي نبقى مركزين على الاستكشاف. شكرا، أقدر لك إجابتك. قد يكون هذا السؤال للمدارس المتوسطة أو للأكاديمية. إذا كان الطالب في برنامجه مستعد مسرور جدا، ما هي الخطط لكي يكون لدينا استمرارية في هذا البرنامج وإبقاء الطلاب في المدارس أو دمجهم مع برامج أخرى للحصول على شهادات أعلى؟ ما هي الخطة؟ إحدى الأمور التي تحدثنا عنها والتعديل لنقوم بتعديل المسارات، هو هناك 4 أمور يجب على الطلاب أن يستكملونها لنعتبرهم أنهم استكملوا هذا البرنامج بغض النظر عن مستوى دخولهم إلى الأكاديمية، فيجب عليهم أن يمروا في المستويات الـ4، ولدينا عدد من المديرين الذين يعملون على شمل كل هذه الأمور، وأن يكون هناك مسارات أخرى. نحن نحاول أن نستخدم هذه المسارات ضمن برنامج دراسة ونشملها في كل مدرسة، فإذا الطلاب الذين ينتقلون من مدرسة إلى أخرى يمكنهم أن يحافظوا على هذه الخبرة في المسارات التي يقومون بها. إذا من الأسهل ربما في المدرسة المتوسطة فلدينا 5 مستويات هي تضمن لنا هذا الانتقال السلس بين مدرسة وأخرى. شكرا جزيلا لكما. والنقطة الأخيرة هي تعليق
أعرف بأن عدد الجدول الزمني الصيفي معقد، وعندما تبدأ المدرسة تبدأ الركض حتى نهاية شهر مايو. وبما أن برامجنا يشاركون بعضهم، أريد أن أتأكد وأضمن بأن المقاطعة تقدم الموارد، أكانت المساحة لعقد اجتماعات أو الموارد الإضافية أو كل ما تحتاج إليه المدارس لتسهيل عملها وإعطاء الطالب ما يحتاج إليه. فهذه الأمور قد تكون صعبة، وقد يكون من الصعب إدخالها ضمن الجدول الزمني، وهذه كانت ملاحظتي. شكرا شكرا دكتور كريس. شكرا لكم جميعا، أنا مسرور جدا بالاستماع إلى ما قدمتموه، وأيضا مسرور بالعرض. أريد أن أوضح بعض الأسئلة لي شخصيا فيما يتعلق بالدمج. قد لا أستخدم المصطلح الصحيح في هذا الإطار. هل يحصل الأساتذة على تدريب حول كيفية دمج إحدى المواد إذا كان هذا ممكن؟ وأريد منكم أن ربما تعطوني أمثلة، فطرح عليكم بعض الأشخاص إعطاء أمثلة، ولكن أنا بعض الأمثلة عن دمج هذه المسارات بدروس الرياضيات. نعم، جزء من هذا النموذج في التوجيهات. إذا رأيتم إلى نموذج الفرق، لدينا فرق مثلا رياضيات ودراسات اجتماعية، هم يركزون على الاستكشاف، وبعد ذلك في مستوى السابع والثامن تحاولون جمع كل هذه المجموعات ضمن مسار واحد وفقا لكل هذا الاختصاص، وهم يركزون. ونحن نعرف أن كل هؤلاء الأطفال قد اختاروا هذا الاختصاص لسبب معين، وبالتالي نجمعهم معا ونضع أهداف تعليمية، ويبدأون بالعمل مع بعضهم كفريق واحد. إذا بالنسبة إلى الأساتذة، أساتذة العلوم، أنا فقط أعلم أطفال من مسار واحد. لديك عدد من الطلاب الذين يعلمون العلوم، وأحدهم سيقوم بتعليم الطلاب الذين هم في أكاديميات المسارات المهنية. إذا السؤال الآخر الذي لدي، ربما عدد كبير من الأساتذة، هل هم مخولون وهل هم مؤهلون لاستلام معظم الطلاب؟ نحن ندعوهم أساتذة وفقا للوظيفة، ومتركزون وفق الوظيفة، وبالتالي هم متمرسون في هذا العمل. وهل ينتقلون بالتكامل إلى التعليم الذي يقومون به، أو هم يتبعون القرارات؟ هذا يعتمد على الصناعات وقطاعات الأعمال، كنا في الممرضات، وربما هناك بعض الأساتذة الذين يقومون بالتعليم. نعم، أنا أريد أن أقول بأن العملية ليست سهلة، فعدد كبير منهم يعود إلى التعلم للحصول على شهادة التعليم مجددا، وعدد كبير منهم يستكملون هذا الموضوع. إذن هناك الكثير من الأعمال التي تدخل في هذا الإطار. حتى ولو كان الشخص لديه ميل إلى التعليم ولديه شهادة، يجب عليه أن يعود لمعرفة كيفية تقديم هذه المعلومات. شكرا دكتور شول، شكرا لكم جميعا على هذا العرض. أريد أن أحيي المدارس الثانوية وبرامج الأكاديمية، فهم لديهم صف الطبخ، وأنا كنت متواجد يوم الخميس وقاموا بطهو طبخة وطعام مذهل، وكان مذهل جدا برأيي أنا شخصي. وبالتالي أردت أن أطرح سؤال، ما هو عدد الطلاب
الذين هم جزء من هذه المدارس، أكانت مدارس ثانوية أو متوسطة. الفكرة من هذه الأكاديمية هي مساعدة الأكاديمية لإدخال 400 طالب. ما هي نسبة هذه المدارس وتمثيل شركاء العمل؟ إذا يجب علي أن أوفر هذا الرقم لك، أن ليس هذا الرقم متوفر بين يدي، ولكن ما أعرفه هو أننا نحن وفي كل المحادثات التي أتحدث مع الشريك أقول له بأنه يسمح لي الشريك رؤية الأشخاص الذين مثلا يتخصصون في الأعمال، وأتحدث مع جي سي بي اس لأعرف من هم الأشخاص الذين ينخرطون في هذا الاختصاص لكي نأخذهم معنا على أرض الواقع. شكرا. مجددا أريد أن أشكر الجميع على العرض الذي قدمتموه في هذا المساء. دكتور أليسون، ليس هذا سؤال صعب ولكنه سؤال أنا أسمعه مجددا في كل عام أكثر من مرة. ما الذي سيحدث للمهنيات؟ نحن نعرف بأن التعليم الفني والمهني هو يختلف، إذا كيف يمكننا أن نفهم المجتمع أن هذه البرامج هي لن تأخذ البرنامج الأكبر منه؟ فهل يمكنك، ربما ليس لديك الأرقام، ولكن هل يمكنك أن تعطينا نسبة؟ نعم سيدتي. إذا غالبا ما أجيب عن هذا السؤال وأقول نحن لا نريد أن نخدع الطلاب، فالنموذج الخلفي هو إما أنا آخذهم من المدرسة أو أنه يبقى في المدرسة. أحد الأمور التي اعترفنا بها، هناك أمران، الأول أن هناك بعض المهارات التي يطورها الطلاب وهي مهارات لينة، وعادة ما يتحدث عن الموظفون التعاون، التواصل، إمكانية الحضور على الوقت. هذه المهارات التي تنتج استناد إلى الخبرات الفعلية التي يكتسبها الطلاب، ولكن إذا كانوا يركزون على أمور أخرى سيخسرون هذه الإمكانات. وهناك أمر آخر عمل عليه فريقنا وهو الدمج الدروس وبعض الحصص مع هذا التعليم الفني. في بعض الأحيان تسير أخبار، ولكننا نحن في بعض الأحيان هناك طلاب يعانون ربما في صف الرياضيات، ولكننا نضعهم في صف آخر ويتمكنون من تطبيق كل الأمور التي أخذوها في صف الرياضيات إلى هذا الاختصاص الآخر. إذا ما نحن نعمل عليه هو أن نقوم بهذه حصص وفقا للدروس المتخصصة، وهدفنا هو أنه عندما يستكمل أحد الطلاب هذا المسار سيجدون الفرصة للحصول على الشهادة، وأيضا يضيفون بعض التحايا وتحيات الثانويات. فلدينا بعض الطلاب الذين يؤمنون، لأن هناك أحد أشخاص قال لهم إذا لم تذهبوا إلى الكلية لا يمكنك أن تحصلوا على وظيفة، ولكنهم عندما يدخلون إلى هذه المدرسة ويمضون عام في الحدادة يرون بأن هذه النظرة تغيرت. إذا نحن قمنا بتركيز متعمد على إعادة دمج هذه الدروس في التعليم الذي نقدمه لكي نضمن أن كل الطلاب لديهم الفرص والوصول لبناء إحدى هذه المهارات الأخرى التي لا تأتي إلا من العمل الميداني والعمل المتخصص. نحن لدينا أكاديميات الآن. I'm not sure they're listening, but I say that all the time. But it's not about the past, it's about where we are now moving. حسنا، أنا دائما أقول بأن هذه مسألة مهمة للغاية. طبعا نقطة الوصول هي المهمة والرحلة أيضا مهمة، ولكن
أنا أتذكر بأننا دائما عندما نتحدث عن هذه الأشياء، حتى عندما كنت مديرة في مدرسة ثانوية، كان المعلمون يتحدثون بأن هناك مشاكل وتحديات في سلب الرياضيات وما إلى ذلك. فأنا أود أن أشكركم جزيل الشكر على عروضكم، وأود أن أشكر جميع الأشخاص الذين شاركوا في هذا البرنامج. سأبقى حاضرة لهم جميعا. شكرا. شكرا. دكتور بوليو، بالنسبة للأشخاص الذين يودون أن يذهبوا إلى بيوتهم يستطيعون أن يغادروا، ليس يعني بتخفي بل بخطى ثابتة، فتفضلوا. شكرا جزيلا لكم. البند التالي وفقا لجدول الأعمال هو فيما يتعلق طبعا بالتحديث، ودكتور بوليو سيقدم لنا عرض حول هذا الموضوع في يونيو، طبعا الأول من يونيو، وفق مجلس الإدارة على خطة اختيار المدارس. وفخور الآن مضى من الوقت شهرين منذ أن قمنا بالمصادقة، شهرين وأسبوعين منذ أن قمنا بالمصادقة. وأود أن أشكر جمال بوش، وأود أيضا أن أشكرها على العمل الذي قامت به، وهي أيضا تعمل طبعا لتنفيذ الخطة للعمل القادم وأيضا الأعوام القادمة، فنحن نشكرها جزيل الشكر. ونحن نقوم بالاجتماع معها كل أسبوع لكي ننظر إلى مدى التنفيذ. فأنا لدي السيدة بوش ستقوم بمناقشة هذا الموضوع، وفي نهاية عرضها أنا سأتحدث عن بعض من القرارات المهمة التي من المفترض أن نقوم باتخاذها نحن كأعضاء المجلس، وهنالك أيضا بعض من التوصيات التي أود أن أستردها لكم. فإذا مرة مجددة من نبوش الكلمة لك، تفضلي. شكرا. طاب مساءكم جميعا. أنا سعيدة جدا كوني متواجدة هنا معكم في هذه القاعة، وأود أن أعطيكم نبذة مختصرة على الأشياء التي قمنا بها خلال الشهرين الماضيين. بالأمس استمعت إلى شخص تحدث عن القرارات التي تم اتخاذها في الأول من يونيو، وطبعا بدون التزام نستطيع أن نمضي شبر إلى الأمام، ونحن لدينا هذا الالتزام. وأود أن أشكركم وأشكر كل واحد منكم على هذه الفرصة بالنسبة لنا، وأود أن أتحدث عن الأشياء التي تم تغييرها في المدارس، وأن نقوم بتقديم طبعا الفرص المختلفة بالنسبة للطلبة. أود أن أشكر جميع الأشخاص الذين عملوا في المبادرة، وأود أن أشكر أيضا المحاضرين الذين قاموا بتقديم عرض قبل دقائق. بالنسبة لنا نحن في JCPS أو مدارس العمل لمقاطعة جيفرسون، نحن نود أن نتأكد أن هناك إمكانية طبعا للإقامة المزدوجة، وهذا لم يكن متوفرا. وأيضا هناك نظام التغذية، وهذا نظام مهم للغاية بالنسبة لنا، ونحن نعلم بأن المدارس بدأت قبل 5 أيام، ونحن دائما نود أن نعمل طبعا لكي نتمكن من أن نتعامل مع مختلف المتطلبات،
نحن ننظر أيضا للارتباط بين المدارس المتوسطة والمدارس الثانوية، ونحن متحمسون أيضا للاستماع إلى مداخلاتكم ورأيكم المختلفة. طبعا هنالك أيضا أعمال ينبغي أن نقوم بها طبعا خلال هذا الشهر، شهر آب أغسطس، وهنالك حاجة للحصول على تمويل وأيضا تخصيص التمويل لكي نركز على المدارس في المقاطعات المختلفة أو المقاطعات التي تم اختيارها. ونحن من المفترض أيضا نقدم منصة إلكترونية مرتبطة بالإنترنت ويسهل أيضا تصفحها وأيضا تساعد في الحصول على معلومات مختلفة. وأيضا من المهم أن نتأكد من أن طبعا أولياء الأمور يقومون باتخاذ قرارات مستنيرة. وآخر نقطة ودنا نتحدث عنها هي مسألة المدارس الجاذبة، وهنا عندما نتحدث عن استراتيجية المدارس الجاذبة أو الماجنت، هذه من ضمن التزاماتنا التي تعهدنا بالقيام بها. ونحن نود أن نشكركم على طبعا صبركم بالنسبة للعام 2023-2024. هنالك طبعا مسائل تم اعتمادها حول طبعا نمط التغذية، وأيضا هنالك مسائل متعلقة طبعا بالمدارس الجاذبة، وهنالك أيضا نظام المونتسوري أو المونتسوري، وأيضا لدينا الويسترن وشاني، وأيضا ويسترن. كل هذه المدارس طبعا ستقوم بتطبيق التوصيات المتعلقة بالمدارس الجاذبة والماجنت استراتيجي. وأيضا نحن لدينا أهداف متعلقة طبعا بالتنوع، وأيضا الغايات التي نأمل أن نصل إليها من التنوع. ونحن سنعمل مع المدارس خلال الأعوام القادمة طبعا لكي نحقق الأهداف التي تم وضعها لعام 2023-2024. أيضا سنقوم بتطبيق أيضا المعايير المستخدمة في المدارس الجاذبة، وأيضا المدارس التي تعتبر وتصنف غير جاذبة من الماجنت ماجنتس. فهذه من ضمن الأشياء التي نود أن نقوم بها. وأيضا بما أنه طبعا لدينا مدارس أخرى أيضا ضمن خطة عمل 2023-2024 وهي مدارس متوسطة، سيكون لدينا مدرستين متوسطتين وسنركز عليها طبعا في منطقة ويست لويس وأيضا إيكو تريد ميل تريد ترايل ميدل أو مدرسة إيكو ترايل ميدل سكول. وأيضا لدينا نظام طبعا الإقامة المزدوجة، وفي الشريحة التالية أود أن أعطي الكلمة للزميل مور لكي يقدم عرضه حول هذا الموضوع. شكرا جزيلا. أنا أود أن أتحدث عن استراتيجية الجذب أو الماجنت إن صح القول، ونحن ما زال طبعا فريق العمل يعد طبعا المقترحات، وأيضا لدينا فريق معني بالتنفيذ، ونحن وصلنا إلى اتفاق أن هذا طبعا الفترة الزمنية التي قمنا بوضعها هي غير منطقية، ولهذا من المهم أن نقوم ب
وتحديث هذه المعلومات وأيضا مراجعة التواريخ. وعندما طبعا يتعلق الموضوع بالمدارس المتوسطة من المهم أيضا أن ننظر إلى المواقع، وهذه طبعا من ضمن الخطة التي وضعناها لـ 2023 و 2024، ونأمل طبعا أن نقوم بتحديد المبنى الذي نود أن نقوم باستئجاره بحلول سبتمبر أكتوبر، وبعد ذلك طبعا اختيار المقر الرئيس بحلول العام القادم، ويفضل أن يكون في 18 برودوي، وبعد ذلك طبعا نقوم بالتسويق والتواصل مع أولياء الأمور، وأيضا نقوم بترويج المدارس. وبالنسبة لي التشويس زون والخطة الداعمة طبعا تحديد مدير لهذه المبادرة تشويس زون، وأيضا ننظر إلى طبعا المدارس التي سيتم إدراجها في التشويس زون، وسيكون لدينا أيضا سلسلة زمنية طبعا سلسلة زمنية واضحة نسرد فيها الأنشطة التي سيتم اتخاذها خلال هذه الفترة. ومن المهم أيضا أن ندرك أن هنالك طبعا المقومات اللازمة لكي تنجح هذه المدارس، وبحلول طبعا 2023 ينبغي أن ننظر إلى هذه المسائل. لو السيدة بوش ستقدم استراتيجية الجذب أو الماجنت استراتيجية، أنا سأتحدث عن السنة الدراسية الحالية ومسألة طبعا المدارس الجاذبة. نحن في هذه في هذا العام طبعا ينبغي أن ندرك بأن الطلبة الذين هم ضمن طبعا المدارس الجاذبة إذا ما كان يقدر أن يتابعوا هذا ممكن، وإذا ما طلب طبعا أمورهم أن يغيروا النظام، نحن طبعا نقيم ونقتدي بقرارات أولياء الأمور، ولكن نقدم أيضا نصيحة. حاليا نحن نعمل مع المدراء، نعمل أيضا مع المعنيين في مجال الماجنت أو المدرسة الجاذبة، وفي عام الحالي طبعا حصلنا على توصيات مختلفة، وحاليا نحن نقوم باستلام طبعا طلبات من أولياء الأمور وأيضا المدارس، وطبعا من المهم جدا أيضا أن نقوم باتخاذ قرارات حول هذا الموضوع. و هناك مسائل متعلقة طبعا بالعنوان، وأيضا هل هناك خطط تتماشى مع المسارات، وهل لدينا البيانات المختلفة لكي نقوم باتخاذ قرارات مستنيرة هي طبعا سبل المضي قدما، وأيضا والتي تقوم بتنفيذ مثل هذه الأشياء. و من المهم أيضا أن ننظر إلى الخبرات المختلفة في هذه المدارس، ونحن سننظر إلى هذه الأشياء، وبعد ذلك سنقوم باتخاذ القرارات وننظر إلى الخيارات المتوفرة. طبعا المجتمعات التي تفضل مثل هذه المدارس، فمن المهم جدا أن نقوم باتخاذ هذه القرارات طبعا في القريب العاجل، ولا سيما إذا ما كنا سنقوم بتنفيذ هذه المخرجات طبعا بحلول العام القادم. وهذه هي السنة الأساسية بالنسبة لنا، وأنا أعلم بأن
هذا طبعا مختلف بالنسبة للماجنت ولكن هناك أيضا سياسة نقل الطلبة وهناك معايير ينبغي أن يقتدى بها وهذه مسائل مهمة وبالنسبة للطلبة طبعا نحن دائما نطرح السؤال إذا ما كان هنالك أماكن فارغة في المدارس من المهم جدا أن يتم قبول هؤلاء الطلبة وفي معظم الأحيان طبعا هم الطلبة من الأقليات أو طلبة تغيبوا في المدارس السابقة ولهذا طبعا ينبغي أن ننظر إلى هذه المسائل ولا سيما نقل الطلبة. أنا أود أن أبلغكم طبعا حيال موضوع الماجنت أو مدارس الجاذبة. نحن لدينا فريق من المقاطعة ويعمل هذا الفريق معنا ويقدم لنا أيضا إرشادات ولدينا طبعا أدلة واضحة حول طبعا أهمية هذه البرامج في الماجنت سكولز أو المدارس الجاذبة ونحن سنقوم أيضا بإضافة مقاطعات أخرى أيضا وعندما نقوم باتخاذ طبعا قرارات لدينا أيضا استنادة بالقرارات السابقة أو الممارسات الفضلة ونعتمد على هذه الممارسات الجيدة الفضلة طبعا لاتخاذ قرارات حول طبعا توسيع نطاق المدارس الجاذبة. نحن سنقوم باستخدام طبعا الخبراء في هذا المجال. أنا أيضا أود أن أتحدث عن المسارات. عندما نتحدث عن الماجنتس أو المدارس الجاذبة طبعا هذه نبذة مختصرة ولكن هي ينبغي لا تكون بمثل هذه الطريقة بل هناك طرق مختلفة. لدينا MSTs لدينا أيضا الدراسات الدولية طبعا تركز على أن هنالك تحسين في أداء أو تحسن في أداء الطلبة ولا سيما في مثل هذه المدارس ومن المهم أيضا أن ننظر إلى أهمية طبعا الفنون والموسيقى وما إلى ذلك. فقط وضعت أن أعطيكم طبعا لمحة عامة حول موضوع طبعا المدرسة الجاذبة ونحن نأمل طبعا أن نتواءم مع Magnet School of America طبعا بما أن هذه المدارس هي المرجع الأساسي بالنسبة لنا ونحن أيضا ننظر إلى تحليل البيانات وطبعا هذا سيعتمد على المدارس على حد سواء ونحن بهذه الطريقة نستطيع أن نقوم بتطوير أهداف ووضع أهداف لكي نقوم بقياس طبعا الإنجازات ووفقا لما تم ذكره في الاجتماعات السابقة وحتى عندما أفكر طبعا حول التعليم في هذه المدارس وحتى أن ولدي كان متحمسا حول هذا الموضوع وتذكر عندما كان في الأكاديمية كان متحمسا
هذا الذي يحصل عندما يتم تحفيز الطالب، ولهذا نحن ينبغي أن نتأكد من أن هذه المدارس طبعا لها قدرها ولها وزنها في المجتمع، وتضيف أشياء ملموسة للمجتمع، وبهذه الطريقة نستطيع أن نحصل على نتائج واضحة. ومن المهم أيضا أن نتأكد من أن الأشياء التي يتم تنفيذها هي ضمن طبعا الفرص. ونشكركم في الختام على هذه الفرصة، ونحن نوعدكم بأننا سنمضي قدما بخطى ثابتة، وسنقوم بالنظر إلى مسائل مختلفة، ومن المهم أن نصل إلى طبعا مسألة المنسقين في مجال الماغنت. طبعا ينبغي أن لا يكون نفس الشخص الذي لديه طبعا مسؤوليات أخرى. ما نحتاجه هو أن يكون هنالك شخص متفرغ لمثل هذه المسائل. وأود أن أقول بأننا نود أن نثني على طبعا أداء المدارس التي تعمل بهذا النظام، ومن المهم أن نتعلم من هذه المدارس، ونطلب منهم أن يساعدونا في التطوير المهني. أنا أيضا متحمس لأن أقدم لكم طبعا نبذة مختصرة حول برنامج الأوتريتش، ونحن قلنا بأن هنالك حاجة لحشد الموارد، وأيضا توظيف الأشخاص اللازمين لدينا ميشيل وتيلر، وهنا قمنا طبعا بعملهم بصورة جيدة، ونحن لدينا شراكات مع المجتمع، ونحن أيضا نقوم بجدولة الفعاليات التواصل لكي نتمكن طبعا من التواصل مع أعضاء المجتمع. وحاليا نحن أيضا نقوم بتحديث مواردنا في ما يتعلق طبعا بالتواصل، وأيضا كتيباتنا المتعلقة بالتسويق والتواصل، وحاليا نحن نحاول أن نقوم بنقل المعلومات التي هي متواجدة في المنصة القديمة إلى المنصة الجديدة، أو إلى طبعا الموقع الإلكتروني الجديد، وهذا يمكننا أيضا في النظر إلى المسائل الأساسية المتعلقة طبعا بالتطوير المهني. وهذا شيء مهم بالنسبة لي أولياء الأمور وأفراد العائلة، وهذا قرار عائلي، ونحن سنتواصل مع جميع المدارس التمهيدية لكي نلتزم طبعا بهذا الاختيار. بالنسبة طبعا للجدول الزمني، هنا حاليا نحن في أغسطس، ونقوم بالاستعدادات اللازمة، وسنقوم بالترويج طبعا لهذه المدارس في بحلول سبتمبر أكتوبر، وأول قبول سيكون في نوفمبر إلى ديسمبر. وخلال هذا الوقت ينبغي أن نتواصل مع أولياء الأمور، ونقوم
بهذه الطريقة سيتواصلون معنا في مدارس الماجنت والمدارس التي تستخدم نهج الماجنت أو الجذب. فينبغي أن نتأكد من أن نتواصل مع أولياء الأمور وأوائل طبعا الطلبة. وهذا هو الجدول الزمني للتنفيذ. لا أود أن أكرر ما ذكرته في الشرح السابق. وأنا سعيد جدا كوني جزء من هذا البرنامج. وأنا لا أود أن أقول أن السيدة بوشي الوحيدة التي ستقوم بتنفيذ هذا البرنامج. هذا طبعا شرف لي أن أكون جزء من هذه المبادرة. شكرا لك دكتورة بوش. هناك بعض من النقاط التي أود أن أتحدث عنها. أولا، هناك حاجة لأن ننظر إلى مدراء المدارس المتوسطة، ومن المهم أيضا أن ننظر إلى عمليات التخطيط. وهناك أيضا مدير الجويسون عندما كان ممكن أن أيضا يحضروا في افتتاحية الاحتفال. هذا سيكون مهم للغاية بما وأنا أولياء الأمور سيكون متواجدون في هذا الحدث. هناك قرارات ينبغي أن نقوم باتخاذها. أولا، نصدق على شراء قطعة الأرض. أنا طبعا لا أستطيع أن أتحدث عن هذا الموضوع، ولكن ينبغي أن أقوم بوزن كلامي لكي لا أقع في الفخ الذي وقعت فيه سابقا. وأيضا نحن سنطلب منكم أن تصادقوا على مساحة للسوينغ. وفي المدارس المتوسطة أيضا نحن نتوقع أن يكون هناك 75% من الطلبة الذين يريدون أن يذهبوا إلى مدارس بالقرب من حيهم. ولهذا طبعا نحتاج إلى أن نخطط إلى هذه الأشياء. وهناك عمل كبير ينبغي أن نقوم به، وأنا متأكد من أن التحدي كبير. فينبغي أن نقوم بتسمية طبعا المدرسة المتوسطة لكي يشعر الطلبة أن هذه المدرسة هي طبعا جديدة، ومن المهم أن نقوم بإعادة التسمية. وهذه مسألة ينبغي أن نتخذ قرار حولها. وهناك أيضا مسألة أخرى حول طبعا المدرسة الابتدائية، وهي قد لا تكون مرتبطة بالعرض الذي قدمته السيدة بوش، ولكن من المهم أن نقوم بتسمية هذه المدارس. روزفلت بيري هو المقترح، ولكن من المهم أن تقوموا بالتصويت على هذه المسألة. فهذه مسائل كبيرة ينبغي أن ننظر إليها. فقط وددت أن أتحدث عن هذه المسائل.
I'd like to start with Board Member Joe Marshall, please. Thank you, Chair Porter. Thank you, Dr. Avery, for شكرا لكم على هذا العرض. أعتقد أننا كلما تحدثنا عن هذا الموضوع كلما أنا زدت حماسة بهذه الخطة وبكيفية تطبيقها، وليس لدي الكثير من الأسئلة، ولكن فقط أردت أن أشدد وأستكمل وأشدد كما شدد الآخرون، وأقول بأنني أعتقد بأن العمل مع المدارس الابتدائية لوضع هذه المواضيع قد تكون هذا أمر مهم جدا بالنسبة لكثير من العائلات، بينما نحن نقوم بتوسيع هذه المسارات لتشمل الثانويات، وأعتقد بأنها فرصة رائعة لربط بعض المواضيع من الابتدائي حتى المتوسط. شكرا على عملكم، وأنا مسرور جدا ومتحمس للمضي قدما بهذا العمل. شكرا. شكرا. نسيت أن أقول شكرا سيدة أمندا على العمل الذي تقومين به. نحن نشعر بما تقومين به ونعلم ما الذي يحدث. نحن نعرف بأنك أجبت على الكثير من الأسئلة، وسنستكمل حاليا عضو المجلس ماكنتوش. نعم، شكرا جزيلا لك. فقط أردت أن أتحدث عن بعض الأمور بشكل سريع، وأنتم ذكرتموها في عروضكم. هل يمكنكم أن تقولوا مرة أخرى للأشخاص الذين يشاهدون أين وكيف سيتم تطبيق هذا الموضوع في أكتوبر في مركز المؤتمرات في وسط المدينة؟ نعم، شكرا لك على توضيح هذا الموضوع. وإذا فكرنا بالمسارات والأكاديمية، أريد أن أتأكد عندما نتحدث عن خلق هذه الفرص للطلاب أننا نحن لا نقوم بإزالة الطلاب من البرامج الاختيارية. أنا أعرف أنه ليس كل الطلاب يمكنهم أن يكونوا بهذا الموضوع وهذا النوع من الأعمال، ولكن أريد أن نتأكد من أننا نضمن حيث هو ممكن أن نوسع هذه الفرص، وأعتقد أن هذا الأمر مهم جدا بالنظر إلى هشاشة بعض الطلاب، وأريد أن نضمن القيام بهذا الموضوع. وهناك بعض الأمور الأخرى التي نقوم بها إذا كان بإمكاننا أن نقوم ونعطي تحديث عن مسار الإيكو والمبنى وكيفية سير العمليات. نعم، نحن سنضمن أن يكون لدينا تحديثات إضافية حول المبنى. نحن أيضا في فصل الخريف سنقدم لكم تحديثات عن الإيكو تريل ومدارس ويست برودواي، مشروع بناء هذه المدارس. نعم، شكرا، هذا كل ما لدي. عضو المجلس كريغ والسيدة دونكن، لدي تعليقان سريعين. أنا لم أفهم أمر عندما سألني أحد الأشخاص عنه، الاقتراح التشويس في العام 2023. إذن الطلاب الذين ينتقلون بعد انتهاء المدرسة في العام 2023 هم ينتقلون وفقا للاقتراح أو الخطة الجديدة، صح؟ نعم، سيستخدمون مشروع نقل الطلاب وفقا لعنوانهم نعم، هذا صحيح. إذا كان لدينا طلاب جدد، نعم، ينطبق عليهم هذا الأمر، وهذا هو الأمر الوحيد الذي أنا سأقوله عندما نفكر بالمدرسة المتوسطة. إذن الخيار الوحيد الذي سيكون لنا هو خيار الصف السادس، ولكن ليس الخيار الثامن. إذا هذا الأمر، وأؤكد هذا الأمر. حسنا، شكرا. إذا إن الماجنت أو الدروس والحصص الجاذبة، هل هي تشمل المناقشة التي نحن تحدثنا عنها وفقا لخطة الطلاب المنقسمة في كل هذه المقاطعة
فكان هناك بعض الهواجس من مدارس مختلفة حول كيفية أن تكون هذه المدارس جاذبة، إذ أن هناك بعض الحصص والدروس التي هي غير جاذبة، وهناك بعض المخاوف من المدراء والمدارس والمدرسين والأهالي حول هذا الاقتراح. وأنا أسأل كيف يمكننا أن نجيب على هذا السؤال. أولا، نحن نستخدم البيانات للقيام بهذا الأمر، إذا ما ننظر إليه هو عدد الأطفال والطلاب الذين يتسجلون للدخول بهذه الدروس الجاذبة ماجنت. هذا لا يعني بأننا نحن لن ندعم هذا البرنامج في المدرسة. يمكن للمدرسة أن يكون لديها برنامج واسع وبرنامج متطور يناسب الأمور التي نقوم بها. إذا الطلاب الذين هم في المدرسة لن يروا الاختلاف في الأمور التي يقومون بها، ولكن ربما يكون لديهم برنامج تعليمي في المدرسة وليس بالضرورة أن يكون ماجنت بحد عينه. هل هذا صحيح؟ نعم، سأعطيكم مثال عن هذا الموضوع، مثال فقط. مثلا برنامج ليدر ريتمي، هذا برنامج في المدرسة وليس ولا يفترض أن أو ليس من الضروري أن نحدده كبرنامج ماجنت. هل يمكنكم أن تفصلوا أكثر؟ يمكننا ربما أن نتحدث عن هذا الموضوع. حسنا، تقول لنا البيانات مثلا هذا هو عدد الأشخاص الذين سيدخلون إلى هذه البرامج ماجنت، وبالنسبة للأشخاص الذين هم غير معتبرين ماجنت فإن نسبتهم قليلة جدا وصغيرة. نعم، رأيت مرارا متعددة بعض الأرقام المثيرة للاهتمام عندما ترى المقاطعة هذه النتائج. متى سنرى نتائج الخطة الجديدة التي مررناها في الأول من يونيو؟ أنا أعاني بإجابة عن هذا السؤال، وقلت في أحد المرات ربما في أكتوبر سنرى النتائج السنة الأولى، أو ما إن نتمكن من تصحيح هذه الموارد التي وعدنا بها. ولكن في بعض الأمور التي تحدثتم أنتم عنها وزرع الأشجار، أنه عندما نزرع الشجرة ربما لا نرى النتائج بالسرعة التي نحن نبتغيها. إذا أنتم عندما يطرح هذا السؤال علي، ما هي نصيحتكم للإجابة عن هذا السؤال؟ أعتقد أن خطة المساءلة عندما قمنا بتقريرها قلنا بأن القياسات التي نحن سنقدمها لكم هي السنوات الانتقالية المهمة، أي لدى الطلاب الذين يبدأون بمدرسة جديدة، لدى العائلات خيارات جديدة، ولكننا نحن سنقدم لكم البيانات التي ستظهر لكم المخرجات مع نهاية العام الأول. أنا لا أعتقد بأن هذا الأمر يرتبط بنتائج الاختبارات، حس الانتماء وكل الأمور التي هي مهمة في هذا الموضوع. إذا أنا أعتقد بأن الأثر الأكبر الذي نراه هو عندما نطبق بشكل كامل هذا الأمر على كل الصفوف المتوسطة 7 8، وأن يكون لديهم كلهم هذا الخيار choice. ولكننا نحن في الأخير سنقدم لكم النتائج مع نهاية العام الأول. نعم، شكرا، شكرا لكم على هذا التوضيح. شكرا سيدة دونكن، شكرا أماندا، أنا أقدر الكثافة التي عملتم من خلالها. إحدى الأمور التي ذكرتها قمتم بتحدث عن بعض المواضيع، ومن بين هذه المواضيع هل هي المواضيع التي لدينا حاليا، وهل أنتم اخترتم وهل وجدتم أن هناك بعض المواضيع الأخرى التي قد نأخذها بعين الاعتبار في المستقبل؟ إذا هذه أكثر المواضيع الشهرة التي ترونها حتى خارج جيفرسون كاونتي. هذا لا يعني بأن هذه هي المواضيع الوحيدة، ولكنني أعتقد أننا في موقع يسمح لنا برؤية بأن لدينا الكثير من العمل للموائمة، حتى ولو كنا نفكر بالأمور لغير الماجنت. وهذا لا يعني إذا لم تكن المدرسة تحتوي على هذا الأمر ولديها هذا الأمر لا يمكنها في المستقبل الحصول على برنامج ماجنت. قد تكون هذه الأمور غير مريحة، ولكن يجب علينا أن ننطق
العقل بهذا الموضوع وبالنظر إلى هذا الموضوع. هذه ربما ما ذكرته أكثر المواضيع شهرة وشيوعا، ولكن ليس بالضرورة أنها الأمور التي ينظر إليها الجميع. هل لدينا بعض المواضيع التقليدية؟ نعم، هناك بعض المقاطعات الأخرى التي لديها بعض المواضيع التقليدية قد تبدو مختلفة، وربما يكون لديهم فرص للتعلم عن شكلها وهيكليتها، ولكنني أعتقد بأنه يجب علينا أن نكون منفتحين لأن نسمح لمدارس الماجنت في الولايات المتحدة الأمريكية أن يقدموا لنا التوجيه المهني حول كيفية التقدم قدما. فيما يتعلق بالموظفين وإيجاد الموظفين، أعتقد بأنه يجب علينا أن نفكر بهذا الموضوع. ما الذي ترينه على أنه أولوية فيما يتعلق بمن سنختار ليكون في هذه المدارس؟ إذا كنتم تتحدثون، أنا سأتحدث بطريقة شخصية ولا أريد، إذا لا أعرف ما إذا كان الآخرون يريدون أن يتحدثوا عن، عندما نتحدث عن choice يجب أن يكون لدينا موظفون مكرسون للطلاب المتواجدون أمامهم. إن محفزات رائعة، ولكن الشغف كما أنا لدي، أنا دائما كنت أريد أن أكون بالمدرسة وأن أعمل في المدارس، هذا يشكلني كأنا كشخص، وهذا هو الشخص الذي أنت تريدين وضعه أمام الطلاب في برنامج تشويس. هذا رأيي الشخصي، ليس بالضرورة أن يكون شخص متعلم أو أستاذ. هذا يجب أن يكون هناك التوازن، يجب أن يكون على شخص لديه التعليم والمؤهلات، ولكن يجب أن يكون لديه الشغف. وأعتقد أن شغفي أنا هو الذي يحدث الفرق لدى الطلاب. لدي الكثير من الأسئلة، ولكنني حاليا سأتوقف وسأقدر الأجوبة التي أعطيتمونا إياها. ما الذي قمتم به؟ شكرا، شكرا سيد دانكن. مارشال، كلا، أريد أن أتأكد من أن الجميع تحدث. دكتور كريس، شكرا. حضرة رئيسة بورتر، لن أدعوك قائدة، ولكنني مسرور جدا بأنك جزء من هذا العمل وأنا مسرور بذلك. هل أن البدء سيبدأ في هذا الخريف؟ نعم، ربما أجبت عن هذا السؤال مئات المرات سابقا. هل هذا النظام يستخدم في مقاطع أخرى؟ نعم. إذن لا أعتقد بأنه يجب أن يكون هناك بعض المشاكل، دائما هناك فرص لربما بعض الخلل، فهذا النظام جديد نحن نقوم بدمجه، وهو تم دمجه في مقاطعات كبرى، ميامي، شيكاغو، هيوستن، وهذا فقط. وبالتالي هناك بعض طبعا الخلل الذي سيحدث نحن سنقوم بالتطبيق في مطارق أخرى، وإذا كان هناك بعض المشاكل سنعلمكم بها. هل نحن نقوم باختباره؟ هل تريد أن تنضم إلينا؟ كلا، ولكن أعتقد أن زوجتي ربما قد تود بذلك، وأنا سأضعك على تواصل معها. فيما أننا عندما نتحدث عن عدد المصطلحات التي نستخدمها، برنامج ماجنت، إحدى الأمور التي ناقشناها هي إمكانية الحصول على مسرد المصطلحات أو التعريفات. هل هذا أمر لازال موضوع نقاش أو عمل؟ أعتقد أن هذا الأمر سيكون مفيدا أن يكون للأشخاص هذا المسرد المصطلحات ليعرفوا معنى هذه المصطلحات والكلمات لاستخدامها، وأعتقد أن هذا الأمر سيساعدهم بهذا الموضوع. فيما يتعلق بالأهداف، متى يمكننا أن نرى الأرقام
لمعرفة النتائج. إذن هذه السنة هي ستكون السنة البدائية وخط الأول اللي نحن سنعمل مع المدارس الفردية، سنبذل الكثير من الجهود هناك، سيكون أسباب متعددة للقيام بالتحليل، سيكون تحليل مهم، ولكن عندما نضع الأهداف هذه الأهداف ستوضع مع نهاية العام الدراسي الحالي لتطبيق في العام الدراسي الثاني. حسنا، في الأمور غير الجاذبة أو نون ماجناتيك، هذا الأمر يجب علينا أن نقرره قبل أن نبدأ، إذن في الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة. إذن إن مدارس ماجنت في الولايات المتحدة الأمريكية هي تقوم بمصادقة على مدارس خاصة وفردية. نعم، لكل مدرسة لديها برامج متعددة، أنا رأيت هذا الموضوع، ولكن يجب علي أن أسأل إذا ما كان هذا الأمر مطبق هو عينه في كل المقاطع أو كان على مستوى المدارس الفردية. فإن كلما تمكنا من جعل هذا الأمر ضمن نظام سيكون هذا الأمر رائع. أن هذه نعم يثيرني الحيرة هل تعرفون وهل تعرف العائلات مدى هذا البرنامج، وهل من الإمكانية أن تتواصلوا مع كل فرد وكل عائلة؟ ربما هذا ليس ممكن، ولكن هل تعملون نحو هذا الأمر؟ وهل تعملون مع العائلات الفردية لتتأكدوا من أنهم يعرفون ما هي الخيارات المتاحة أمامهم وما هي تشويسز؟ هذا كل ما لدي لقوله، وشكرا على كونكم جزء من هذا العمل. شكرا دكتور شول، شكرا حضرة رئيسة بورتر، شكرا سيدة بوش على هذا العرض. أنا آمل جديا بأنكم تمكنتم من إمضاء بعض الوقت في هاواي، فأنتم كنتم تعملون كثيرا وتساعدون المجتمع لفهم هذا الخطة وللقيام بالتعديلات على ما تم تقديمه أولا. وأتمنى أنك تمكنت من الاستمتاع بالعطلة. لدي بعض الأسئلة، أحدها تم طرح سؤال عليه عن بعض الخلل في التواصل فيما يتعلق بالانتقالات. أنا لا أعرف أي شيء عن هذه العملية وكيفية ارتباطها بالمكاتب المدارس، ولكن طرأ على عقلي بأن هذه المسألة قد تكون مهمة جدا وستستمر في العام 2023-2024، وبالتالي هل يمكنكم أن تفكروا بطريقة لإزالة هذا الإحباط ما بين الطاقم الموظفين حول كيفية الانتقال إلى هذا النظام الجديد في العام المقبل؟ السؤال الثاني الذي سأطرحه وفكرت به، سؤالي الأول هو فيما يتعلق بالمنسقين الماجنت، هل هذه الوظيفة التي تحدث في المجتمعات حيث متواجد هذه الوظيفة حاليا؟ إذن في بعض المدارس ما ستجدونه قد يكون هناك أستاذ للموارد، في مدارس أخرى لا يوجد أي شخص خارج الموظفين أو الإداريين الذي يعمل على أنه هو المنسق المجند. إذن فكروا بما هي المسؤوليات الملقاة على عاتق هذا الشخص الذي يكون مستشار أو أستاذ أو معلم. وأما في بعض المقاطعات الأخرى ترون بأن هناك منسق مكرس للماجنت وهو يقوم بتنسيق التوظيف وتنسيق التواصل،
وبالتالي يقوم بتطبيق هذا الأمر بطريقة جيدة ويحصل على الدعم كما يحصل في الأكاديميات الأخرى، وأن يكون لدينا مدربين. نحن قمنا بالتزام بالماجنت والتكرس لضمان أن هؤلاء الأشخاص هناك، وأن يكون لدينا هؤلاء السفراء، وأن نتمكن من التواصل مع العائلات. فإن هذه المسألة لا تتعلق فقط بخيارات المدرسة ولكن بالمدارس الأخرى، ولكن عندما يكون لدينا هذا الشخص متواجد في المبنى ويمكنه أن يقوم بالتنسيق هذا الموضوع. هل لدينا هذه الوظيفة في أي من المدارس حاليا؟ لدينا عدد قليل منهم حاليا. إذا بما يتعلق بالمدارس التي قد يكون لديها برنامج ماجنت ويريدون إضافته إلى ثقافتهم ويشعرون بأن هذا الأمر عامل جاذب للعائلات، هل نحن نشمل أصوات العائلات في اتخاذ القرارات إذا ما كانت هذه البرامج ستستكمل، أو هل ننشئ هذه المساحات لنسمح للمدارس أن يقدم مداخلاتهم ومدخلاتهم حول ما إذا كانت تريد هذه البرامج أم لا؟ ما سأقوله هو هذا الأمر سيشكل لنا معضلة، وأنا سأكون واضحة في هذا المجال. يجب أن نتمكن نعم من العمل بطريقة تعاونية مع المدارس، ولكن يجب علينا أن نبقي وجهتنا إلى الأمام. هل هذا الأمر يقودنا نحو الأمام، نحو هذه الوجهة والهدف أم لا؟ وبالتالي يجب علينا اتخاذ قرارات استراتيجية حول كيفية التقدم مع ماجنت. إذن الإجابة أنا أريد أن أبقيها على لا يجب أن أقول أريد أن أستمر لأنني أريد أن أستمر، بل يجب علينا أن نأخذ مصلحة الطلاب. قد تقول بعض المدارس أن هذا الأمر لا يريدون تطبيقه في مبانيهم لأنهم استشاروا الأهل ويعتقدون بأن الطلاب ربما لن يدخلوا ولن يحصلوا على هذه البرامج، إذا أو أن ليس لديهم الدعم الموارد لتطبيق هذا الأمر. وبالتالي أنا أعتقد بأنه عندما نتخذ هذه القرارات يجب أن نفكر بالمقاطعة بأكملها بطريقة استراتيجية، وكيف نحن بإمكاننا أن نلتزم بالتقدم والمضي قدما وأن نحاول أن نجمع هذه البيانات. وأعتقد أعرف أن هذا الأمر صعب. نعم أنا سأكرر، لن يخسر أي مدرسة هذه البرامج، بل يصبح هذا الأمر إذا كان هناك برنامج ماجنت يمكن لأي طالب من أي مدرسة في هذه المقاطعة أن ينضم إلى هذه المدرسة الماجنت، ويمكن للمدرسة أن تبقي هذا البرنامج، فهذا البرنامج لن يذهب. ولكن بعض المدارس كما قال الدكتور بوش إن المدرسة ربما هي لا تطبق هذا الأمر أو هذا البرنامج الخاص. إذن هل سيتم شملهم؟ هل سيبقون على برنامجهم؟ أعتقد بأنه سيتم تحليلهم. نعم سنقوم بالمناقشة معهم، سنتحدث عنهم معهم ومع المجتمع لمعرفة رأيهم. نعم وسؤالي الأخير فقط للتوضيح، فقط العائلات التي تريد الانتقال وتغيير العائلة في العام الدراسي 2023-2024 يمكنهم التقدم وتقديم طلب في نوفمبر، فقط العائلات التي تريد الطلاب الحاليين فقط يمكنهم البقاء في مدارسهم. إذن في لا 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 لستم بحاجة للتقدم بالطلب في نوفمبر إذا أردت. إذا كان بإمكاني أجيب السؤال دكتور كول، لدينا حوالي 7000 طفل في مرحلة الروضة، إذن هذا ما لدينا في هذه الصفوف. شكرا على هذا العرض. أنا لدي عدد من الأسئلة، وربما عندما نتحدث عن التقدم بهذه الخطة والمضي قدما في هذه الخطة، أنتم قد طلبتم منسقين للتواصل. هل ستعودون إلى المجلس وتقولون بأنكم بحاجة لأكثر إذا احتجتم لأكثر؟ نعم هذا أمر كبير، ونعم هذا كبير، وأنا لا أريد أن إذا كانت المقاطعة كبيرة أنا لا أريد أن أخصص شخصين، فالتواصل هو للتواصل. أرجو منك أن تعلمي المجلس بهذا الأمر
مهم جدا في مقاطعتنا أن نتمكن من نشر هذه الكلمة، وأعتقد بأنك تعرفين هذا الموضوع. إذا نحن ربما رقم 2 هو رقم قليل، ولكن نرجو منك دكتور بوليو إذا كان هذا الرقم غير كافي فقط أطلب منا أن نزيد هذا الرقم لكي ننشر الكلمة لتطبيق هذا الموضوع. فأحد التعليقات التي حصلت عليها هو أن خطط التواصل التي تتحدثون عنها وأن تكون علانية للجميع كعضو في المجلس، هل بإمكاني أن أنظر إلى خطط التواصل في المقاطعة الأولى؟ نعم، هذا مهم جدا. فأنتم في مقاطعتكم يجب أن تسمعوا من المكونات وتروا ما الذي يحدث. نحن أجبنا عن سؤال متعلق بالأسئلة التي لن تخسر برامج ماجنت من دون أن يتم مناقشة هذا الموضوع، صحيح؟ ولكن في هذا العام مع برامج ماجنت اختفت في المدارس. متى تم عقد مناقشة حول هذا الموضوع؟ هل تتحدثين عن كندي وكوورت؟ نعم، كندي إحداها، نعم، لأنني تم طرح السؤال علي لماذا تم أخذ هذه البرامج من هذه المدرسة من دون مناقشة. هو ليس فقط سؤال، فأنا لم أعرف إذا ما كان هناك تم نقاش حول هذا الموضوع. هل يمكنك أن تجيبي؟ الرئيس مور ومساعديه كنا نتحدث عن الماجنت في كل مدرسة. هذه قرارات صعبة يجب اتخاذها، وأنا سأستخدم مونتسوري كمثال على هذا الموضوع. إذا عندما يكون لديك مدرستين وهذا الأمر مستكمل لسنوات متعددة، حيث لدينا بعض البرامج في مدرسة ماجنت ويتم تطبيقها بشكل جيد، فإذا أنا كنت طالب وهذا الأمر أنا غير مرتبط به في هذه البيئة وهو غير مناسب لي، إن مكتبنا كان يعين طلاب هناك لأنهم كانوا جزء من مجموعة، وإذا إن الانتقال الذي كان يحدث من شلبي وكندي كان لتوفير هذا النموذج للمدرسة كاملة. إذا العائلات التي كانت تريد الاشتراك في مونتسوري كانت تحصل على هذه الخضرة وكانت تريد أن تكون هناك. مثلا في اللغة الإسبانية كان الأمر معين، نحن لم يكن علينا تعيين الطلاب عندما لم يعرف الطلاب أنهم يدخلون إلى التعليمات الإسبانية من قبل. إذن مجددا إن يجب علينا أن نحافظ على خطة استراتيجية وعلى وجهتنا. فهناك بعض القرارات الصعبة التي يجب اتخاذها لمعرفة كيفية التقدم قدما في الماجنت في المقاطعة. شكرا مجددا. فهذا السؤال الذي تم طرحه، كيف تم اتخاذ القرار الليلة؟ سمعت بأنه سيكون هناك اجتماعات لمناقشة هذا الأمر واتخاذ القرار. إذا متى تم اتخاذ القرار لهذه المدرسة؟ أنا لم أحصل على جواب حتى الليلة، فبالتالي شكرا على مشاركتك هذه المعلومة الليلة. عندما نتحدث عن تسمية المدارس الابتدائية، هل أنت دكتور بوليو أو أي شخص آخر يمكنه أن يشرح العملية لي؟ وأنا أطرح هذا السؤال لأننا التقينا مع بعض العائلات في روزفلت بيري قبل دمج المدرستين وأنا كنت متواجدة هناك. دكتور بوليو كان هناك وغيرهم من الأشخاص كانوا متواجدون هناك للتحدث عن دمج المدرستين معا. إحدى الأمور التي تم الإشارة إليها هو أنه في إحدى المدارس خسرنا أسماء بعض الأشخاص، وبالتالي سألت الأهالي الذين كانوا متواجدون في هذا الاجتماع هل تريدون أن تبقوا باري وربما روزفيل. كان باري كان اسم محلي وهم لم يريدوا لهذا الاسم أن يختفي. هل يمكنك أن تفسري هذه العملية بالنسبة لي؟ لأنني ما سمعته هو أنه لا يجب التخلص من هذا الاسم. هل يمكن لأي شخص شرح هذا الموضوع؟ أنا أعرف أن المجلس يجب أن يصوت على هذا الموضوع، ولكن ما الذي يحدث قبل أن يصوت المجلس عليه؟ All we do is bring you a recommendation. الشيء الذي نقوم به هو طبعا نقوم بتقديم هذه التوصيات وتقديم توصيات وبعد ذلك نقوم بالتصويت. الهدف الرئيس أنا طبعا أن نقوم بالاحتفاظ بالأسماء التي تم ترشيحها، هذا صحيح، وهنالك أيضا سياسة أساسية نقتدي بها.
حول طبعا الوصول إلى التوصيات هناك إجراءات معتمدة ونستمع طبعا لمداخلات المجتمع وبهذه الطريقة طبعا نقوم بتخذ القرار. طبعا يبدو بأن الوقت يدهمني ولكن دكتور بوليو هل لك أن تعقب حول مسألة 15 من أكتوبر بما أن هناك مسألة متعلقة طبعا بقطعة الأرض التي من المفترض أن نصوت حولها؟ هذه مسألة مهمة و بالنسبة لي عمل المدراء كيف سيكون هذا؟ شكرا. نعم سيدتي نحن قلنا بذلك مرتين وأيضا تواصلنا مع المدير كازبي ونحن تعاقدنا معهم خلال فترة الخريف ونحن نعمل معهم أيضا بطريقة تتماشى مع الميزانية وأيضا المعلمين أيضا لدينا طريقة لتعامل معهم وتوظيفهم فهذه ستكون المسألة الرئيسية وهناك حاجة طبعا للاستعداد للعام القادم ونحن نأمل أن يتم المصادقة على سوينغ سبيس وبهذه الطريقة نستطيع أن نمضي قدما. شكرا. هناك مسألة أخرى أيضا حول مدارس الماغنت أو ماغنت سكول أوف أمريكا ومدارس الجاذبة لأمريكا، هل هناك أي من الفقرات التي نستطيع أن نقوم بالمشاركة فيها؟ أنا كنت مرشدة آنذاك وأعتقد بأن أعضاء المجلس سيستفيدون كثيرا. أود أن أشكركم جزيل الشكر على هذا العمل الرائع وأنا أتطلع طبعا للعمل الذي ستقومون به. هناك مسألة متعلقة بالمدارس الاختيارية، أنا أرى هنا البيانات التي تم وضعها، أنا أعتقد بأن هناك حاجة لتحديد نقطة البداية ومن المهم أيضا أن نتأكد من أن خلال فترة الربيع ينبغي أن يكون لدينا طبعا عدد كافي من المعلمين. نعم سيتم التعاقد معهم خلال الربيع وخلال فترة الصيف أيضا سنقوم بالعزم. حسنا سؤالي الأخير هو للدكتور بوليو، أنتم وعدتم طبعا بتنفيذ هذه الأشياء في وقت محدد، فهل لديكم جدول زمني؟ هل لكم أن تقوموا بعرض هذا الجدول الزمني؟ هذا هو الجدول الزمني الذي كنا نتحدث عنه. حسنا شكرا جزيلا، انتهيت بالنسبة للأسئلة لهذا اليوم، فإذا شكرا جزيلا. وعندما نتحدث عن الخيارات طبعا أنا أود أن يحصل الطلبة على خيارات مختلفة وأعتقد بأن هذا العمل مهم للغاية. شكرا لك يا سيدة آمان على هذا العرض. إذا ما كان هناك أي أسئلة أخرى فهناك طبعا بريد إلكتروني وهناك رقم تليفون تستطيع أن تتواصلون معها. شكرا دكتور بوليو
آخر لديك مداخلة أخرى؟ حسنا شكرا، نحن نفهم من عملك الكبير ونحن نتواصل معك أيضا، وطبعا نتطلع للعمل معك في القريب العاجل. حسنا، يبدو بأننا انتهينا من البنود الأساسية، ويبدو بأن هناك متحدثين. هل هم طلبة؟ إذا ما كنتم طلبة رجاء لا أرى يد مرفوعة قبل أن أقوم بقراءة النص. هل السيدة بنسا اسكوبار متواجدة هنا؟ السيدة بنسا اسكوبار كومار وشات كومار. حسنا، الدكتور بوليو حسنا، لا يبدو بأن هناك أي من المتحدثين، فإذا نمضي للبند التالي. موضوع الكونسنت كالندر هو تقويم الموافقة. أعتقد بأن هناك بندين مهمين. عضو ماكنتوش 7.1 حول التنفيذ، ينبغي أن ننظر إلى هذا الموضوع. هل هنالك أي مسألة متعلقة طبعا بالموافقة على هذا المقترح؟ العضو كريك و ماكنتوش، رجاء رفع ايديكم. نعم، ممتاز. البند التالي الذي سنصوت حوله هو قبول التمويل. العضو ماكنتوش، هل تودين ان تتحدثي؟ نعم سيدتي، أنا في نفسي. هل هنالك تصويت حول هذا الموضوع؟ هل هنالك تصويت؟ نعم سيد دانكن، دكتور كريس، رجاء رفع أيديكم. نعم حسنا، هؤلاء الذين يمتنعون. نعم 6 نعم و1 فقط امتناع عن التصويت. حسنا، البند التالي قبول التمويل من كنتاكي ادلت ايدوكيشن. تصويت العضو كريغ والدكتور كريس، رجاء تصويت، ارفعوا ايديكم. هذا بالنسبة طبعا لقبول التمويل من مقاطعة كنتاكي. حسنا شكرا، نتابع. هذا يعتمد على ما قلتموه، أليس كذلك؟ نعم، مرة مجددة، رجاء رفع أيديكم. نعم، هؤلاء من يمتنعون ويرفضون. حسنا، 6 نعم و1 امتناع عن التصويت. حسنا، الآن
أود أن أتأكد من أنني أقرأ الصفحة الصحيحة. قبول تقويم القبول أو تصويت حول هذا الموضوع حسنا. هل هنالك أي تصويت؟ نعم نحن قمنا بذلك سيدتي حسنا. قبل أن أغلق الجلسة أود أن أشكر هؤلاء الذين عملوا في اليوم الأول من المدارس، وبلا شك نحن نشكر أيضا مدرسة إملدن، وهي فرصة سانحة للأعضاء الذين أيضا شاركوا في الافتتاح. فإذا نحن نبدأ العمل الآن، وأود أن أنتهز هذه الفرصة وأشكر أعضاء المجلس طبعا على تخصيص وقتهم للجي سي بي اس وأيضا التزامهم حول التعلم العام، وأود أن أشكر جميع العاملين في الجي سي بي اس وأعضاء المجتمع والعاملين في مبادرات مختلفة. فإذا نود أن أشكرهم جزيل الشكر، وأود أن أقول شكرا على عملكم وشكرا على كل ما تقدمونه. طبعا هذا العمل هو مهم للغاية، فإذا في تمام الساعة 8:40 نرفع جلسة تصويت دانكن جميع الذين يوافقون هذا المقترح. نعم استمتعوا بأمسيتكم وشكرا جزيلا لكم.